بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناتنا الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. ضيوفنا في الجزء الأول من هذه الحلقة نجوم الكبار كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش. أما في الجزء الثاني من هذه الحلقة الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد أبو علي، وحوار مهم جدا في كل ما يخص النادي الأهلي. هبدأ مع حضراتكم وأنا بشكر ربنا، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله أنني أنتمي لهذا النادي الكبير العريق. الحمد لله على نعمة النادي الأهلي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه ما زالت الانتصارات مستمرة في كل الألعاب الجماعية. هتقول لي يا عم ده ماتش، أنا مبسوط وسعيد. مش مبسوط بانبساط اللي هو يخلينا أبقى بتنطط على الكرسي والكلام ده كله، لا، ولكن مبسوط وسعيد أن أنا عندي جمهور بهذا الجمال، ان انا عندي مجلس اداره يستطيع ان يفكر فيما هو قادم او مستقبل الالعاب او كل مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. انا مبسوط وسعيد ان انا عندي لاعبين في كل الالعاب بيقدروا يعملوا اللي انا شايفه من امبارح او الاربع خمس ايام اللي فاتوا. منافسات على مستوى كره اليد مثلا، تجد ان رجال وسيدات النادي الاهلي على اعلى مستوى. على مستوى كرة الطائرة نفس الكلام، على أعلى مستوى. وصلنا المباراة النهائية، وبكرة المباراة النهائية مذاعة لحضراتكم على الهواء مباشرة على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي. فاللي بقوله أن الواحد سعيد ومبسوط دائما بهذه المباريات. هي ليست إنجازات، أن أنا أكسب مباريات ده بتخلينا كجمهور مبسوطين أو كل حاجة، ولكن الإنجاز في إن احنا ناخد كل هذه البطولات أو كل اللي حضراتكم شايفينه ده. وفي نفس الوقت إذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر رجالة قناة النادي الأهلي الحقيقة اللي عاملين شغل كبير جدا جدا من أكبر واحد لأصغر واحد. زي ما وعدت حضراتكم وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم امبارح في إن احنا بنحاول نبذل أقصى جهد الحقيقة، إدارة القناة مع إدارة الشركة مع إدارة النادي، الكل بيحاول أن يبذل أقصى جهد لإسعاد جمهور النادي الأهلي. عمرنا ما بيبقى في إيدينا حاجة، زي ما قلت امبارح عمرنا ما يبقى في إيدينا حاجة وما نقدرش وما نعملهاش لحضراتكم. بالعكس، كل حاجة نقدر نعملها بنزيحها لحضراتكم على الهواء مباشرة. وبالتالي قدرنا نجيب لحضراتكم مباريات البال خلال الفترة القادمة، حتى المباراة النهائية كل مباريات النادي الأهلي هتجدوها على شاشاتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. فأنا مرة تانية بشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع، شغل على أعلى مستوى، إدارة الخارجي والإدارة الداخلي، كل الناس الحقيقة عاملة شغل رائع جدا جدا عشان تظهر هذه المباريات على الهواء مباشرة لحضراتكم وتقدروا تشوفوها، سواء النادي الأهلي في الكرة الطائرة مع النصر الليبي وفوزه النهاردة 3-0 في مباراة رائعة الحقيقة من رجال النادي الأهلي، والجانب الآخر أو على الجانب الآخر النادي الأهلي بيفوز على بانجي 85-79. زي ما قلت لحضراتكم الكل بيسعى جاهدا لإسعاد جمهور النادي الأهلي، الكل بيسعى جاهدا. كابتن محمود الخطيب لما تقعد معاه أو المهندس سيف الوزيري بيقولوا لك حاجتين، والله الكلام ده أنا بقوله لأنه بيحصل معايا مش مع حد غيري، بيقول لك حاجة واحدة بس، الغرض الرئيسي هو إسعاد جمهور النادي الأهلي بكل الطرق، سواء كابتن محمود الخطيب او المهندس سيف الوزيري، على قد ما بيقدروا بيحاولوا ان هم يعملوا افضل شيء لقناتهم ولجمهورهم. عشان كده انا بقول لحضراتكم بشكركم طبعا على الكلام الجميل اللي حضراتكم بتكتبوه بتقوله لنا، ولكن في النهايه صدقوني ده شغلنا كلنا. وعلى لسان حضراتكم انا بشكر كل مره تانية كل العاملين في قناه النادي الاهلي لانهم بيبذلوا مجهود كبير جدا للحاجات اللي حضراتكم كاتبينها لي وبعتينها لي، انا بحاول انقلها ولكن بنقلها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. فمره تانية جمهور النادي الاهلي يستحق الافضل والافضل دائما، وسنظل دائما نجاهد. ومش اسلام، لا، قناه النادي الاهلي سنظل، والشركه المسؤوله والنادي الاهلي، المجموعة دي هتظل تجاهد لحاجة واحدة فقط، هي إسعاد جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بأقصى حاجة نقدر نعملها. وزي ما حضراتكم شايفين اللي في إيدينا بنحطه على الشاشة على طول. فاز النادي الأهلي النهاردة سيدات لكرة اليد على الأبيار الجزائري بنتيجة 29-17 في مباراة جمعتهم اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية ضمن ختام دور المجموعات. أيضا أقيمت المباراة على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها سيدات النادي الأهلي أداء قويا منذ البداية
ليحقق أو ليحققنا فوزا مستحق. من المقرر أن تواجه سيدات النادي الأهلي ثالث مجموعة الثانية غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على نفس الصالة. عاملين شغل رائع جدا سيدات النادي الأهلي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. أيضا وإحنا لسه مع كرة اليد وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، النادي الأهلي لكرة اليد رجال بيفوز على فريق بلدية ميلا بنتيجة كام بقى؟ حد يسمعني؟ 40-19. 40-19. النادي الأهلي هيلتقي لكرة اليد رجال، هيلتقي مع فريق أولمبيك عنابة الجزائري إن شاء الله غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الثاني لهذه البطولة. طب كده احنا خلصنا ولا لسه؟ لا، زي ما قلت لحضراتكم طول النهار النهاردة كل جمهور النادي الأهلي بيلتف حوالين شاشة قناة النادي الأهلي عشان يتفرج على مباريات اليد ومباراة السلة في البال. البال ده بالمناسبة للي ما يعرفش، البال ده اللي هو دوري أبطال إفريقيا زيه زي الكرة كده، دوري أبطال إفريقيا ولكن بيتعمل بهذه الطريقة في كرة السلة. دي المجموعة النيل، وبعد كده إن شاء الله نروح نلعب في رواندا إن شاء الله إن شاء الله بقية هذه البطولة. النهاردة أستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي كانت طبعا أو اللي زي ما حضراتكم عارفين بتقام في ضيافة النادي الأهلي، بيعقد اجتماعا مهما مساء اليوم مع رؤساء اللجان المعاونة للتجهيز لترتيبات المباراة النهائية وختام منافسات البطولة، وتناقش اللجنة تصور اليوم الأخير لهذه البطولة في إطار الجهود اللي بتبذلها اللي بيبذلها الجميع من أجل ختام مشرف لبطولة الأفريقية لكأس الكؤوس. اللجنة كرمت أمس 14 لاعب من نجوم النادي الأهلي القدامى وذلك على هامش مباراة رجال طائرة الأهلي مع الشرطة الرواندي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة. كرم النادي الأهلي كل من كابتن أيمن غزلان، كابتن سامح حمدي، كابتن محمد الشكشاكي، كابتن ممدوح عبد الرحمن، كابتن حمدي الصافي، كابتن حسام عاشور، كابتن محمود رؤوف، وكابتن عبد اللطيف عثمان، وكابتن محمد الحسيني، وكابتن محمد السيد، وكابتن محمد معوض، وكابتن تامر مجدي، وكابتن محمد كامل رزق، وكابتن وائل سعيد اللي استلم الجائزة بالنيابة عنه كابتن حمدي الصافي. طب كده خلصنا؟ لا لسه، بكرة إن شاء الله بيظهر راعي جديد على تيشيرت النادي الأهلي. ليه أنا بقول كده؟ لأنه بكرة إن شاء الله النادي الأهلي بيعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية الساعة 12 غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن راع جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي الأهلي خلال الثلاث سنوات القادمة. إن شاء الله بكرة في الاجتماع هيكون كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي شركة بروميتيون تاير إيجيبت وعدد من نجوم الفريق الأول والفرق الرياضية. يعني أنا حبيت بس في البداية نوري حضراتكم إن إحنا بنطلع من اليد على الطايرة على الكورة على المؤتمر الصحفي وعن راعي جديد بينضم لرعاة النادي الأهلي خلال الفترة أو خلال الثلاث سنوات القادمة. شكر كبير أيضا للمجموعة اللي بتعمل على هذا الأمر سواء مع الشركة المتحدة أو في شركة الكورة في النادي الأهلي، الاثنين الحقيقة عاملين شغل رائع جدا وفي الآخر التعاون بيظهر لحضراتكم على شكل اللي حضراتكم شايفينه، وهذا التعاون الرائع الكبير ما بين الشركة المتحدة المتحدة سبورت والنادي الأهلي. الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، الواحد بيبقى سعيد لما بيتفرج على مثل هذه الأمور لأنه حاجات حلوة كتيرة جدا 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 بنشوفها وسنظل دائما مبسوطين. الفرحة مش طاغية أبدا ولكن بتكسب ماتش بيوديك للدور اللي بعده وهكذا وهكذا، لكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع عندنا إن شاء الله على آخر الأسبوع كده هيبقى عندنا 3-4 بطولات إن شاء الله، إن شاء الله نصل لنهائي هذه البطولات وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز بهذه البطولات اللي بنسعى دائما سواء في السلة أو في الطايرة أو في السلة مش هيبان دلوقتي طبعا لكن الطايرة واليد، والبداية من بكرة إن شاء الله الطايرة نهائي البطولة بكرة إن شاء الله ربنا يكرمنا وبعد كده نكمل بقية البطولات إن شاء الله على خير. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم في الكورة بقى في موضوعات تخص كرة القدم.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ان شاء الله نروح بقى لفريق كره القدم. النهارده او بكره ان شاء الله هيعود للتدريبات فريق كره القدم بالنادي الاهلي بعد انتهاء فتره الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبين عقب العوده من الكونغو. الحقيقه مارسيل كولر كان حريص على منح اللاعبين 48 ساعه اجازه. اجازه؟ انت بتقول لي اجازه؟ هتعمل ايه في الاجازه؟ حضرتك ما تعرفش السفريه من هنا للكونغو عامله ازاي؟ الناس اللي بتقول لي يعني يومين، اصل انا سمعت هذه هم مش اهلاويه برضو، خلي بالكم عشان ما حدش يقول لي بس انت بتتكلم على لا ما اقدرش، جمهور الاهلي ده على دماغنا كلنا من فوق. ولكن يقول لك ايه، اصله بيدي، لا مش بيدي اجازه مع السفريه لوحدها. تخيل حضرتك زي ما انت قاعد كده، تفضل قاعد، ما هي كده القعده بالظبط بالمناسبه في الطياره، القعده بتبقى كده. تخيل حضرتك تفضل قاعد في الطياره زي ما انا يعني طبعا، بس تبقى قاعد براحتك بقى وقاعد عامل كده بس رجلك متنيه وكل حاجه، وتفضل قاعد حوالي 6-7 ساعات او يمكن اكتر شويه، اقل شويه اكتر شويه، وبعدين تروح تلعب، تنزل تقعد يومين، وبعدين تلعب مباراه في هذا الجو الخانق، في هذه الرطوبه العاليه، في هذه الـ 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 الارضيه الصعبه جدا، وبعد الطياره وبعد كده ترجع على الطياره وتقعد 6-7 ساعات عامل كده. تخيل حضرتك المنظر، انت لما بتبقى قاعد قدام التلفزيون وانت قاعد بتتفرج على قناه الاهلي بتبقى قاعد عامل ازاي؟ تبقى قاعد نص ساعه كده وتلاقي نفسك قمت اتحركت شويه وعايز تقوم وتتحرك، فما بالك بلاعب كوره كل عضلاته بتكون شاده، لانه اللي بيلعب في مثل هذا التوقيت العضلات مليون في الميه بتشد بعد المباراه، مليون في الميه. فلازم الراجل اول حاجه يعملها، ده وجهه نظري، اول حاجه يعملها ان هو يدي اجازه. هو ادى اجازه يومين والناس راجعه النهارده التلات او بكره التلات ان شاء الله علشان تجهز نفسها للمباراه القادمه، المباراه الصعبة جدا جدا جدا. التعادل مرة تانية، هكرر الكلام ده النهاردة، هكرر الكلام ده بكرة، هكرر الكلام ده بعده. التعادل في مباراة الذهاب بيصعب المواجهة القادمة. واللي عايز أقوله لحضراتكم أن هناك اهتمام كبير جدا في الكونغو بمباراة العودة. كان في اهتمام طبعا واضح جدا من اهتمام الصحف الكونغوليه بالمباراه الاولى اللي كانت هناك، ولكن على الجانب الاخر هم شايفين ان هم يستطيعوا ان يفوزوا على النادي الاهلي في القاهره. الصحافه في الكونغو بتقول هذا الكلام، الكل في محدش بيطلع اشاعه ويقول لهم اصل فلان الفلاني اللي بيلعب في الحته الفلانيه ماشي، اصل كولر مش عارف ماله، اصل المدرب بتاعهم لامين انا داي هيمشي، محدش قال الكلام ده. ولكن الصحافه في الكونغو، ما شفتش الاعلام الحقيقه، ولكن الصحافه في الكونغو واقفه كبيره جدا جدا ورا فريق الفريق بتاعهم. مازيمبي فريق قوي، فريق الناس كلها بتسنده في الكونغو علشان، وبيقولوا ان هم هيروحوا يفوزوا على البطل والافضل في افريقيا في القاهره. في القاهره. دي صعوبه المباراه بالمناسبه. الناس بتقول ان الفريقين كبيرين ويستطيعوا ان هم يعملوا ماتش حلو، ومازيمبي بيسعى للتاهل من خلال خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. كل ده جمعناه لحضراتكم من خلال هذا التقرير. نطلع نشوف تقرير عن الصحف الكونغولية بتسلط الضوء على مواجهة المارد الأحمر مع مازيمبي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. بعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي سيطر فيها التعادل دون أهداف على مواجهة المارد الأحمر حامل اللقب الذي حل ضيفا على تيبي مازيمبي الكونغولي، الجميع يترقب مباراة الإياب التي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل لمعرفة من هو صاحب بطاقة التأهل إلى الدور النهائي. سلطت صحف الكونغو الضوء على مواجهتي الذهاب والإياب، حيث نشر موقع تي دي بي ال ميديا تقريرا بعنوان معركة شديدة بين الأهلي ومازيمبي، والتعادل يحسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
وجاء فيه رغم أن المباراة كانت شديدة التنافس وبذل الفريقان قصارى جهدهما، فإن النتيجة ظلت دون تغيير، ليحول الفريقان اهتمامهما الآن إلى مباراة الإياب. كما عنون موقع سينيغول كونغولي: مازيمبي سيطر وسدد 16 محاولة على مرمى الأهلي، لكن دفاع الأهلي صمد وأحبط جهود اللاعبين الكونغوليين، وأن الفريق صاحب الأرض لم يتمكن من فرض هيمنته على المباراة أمام الشياطين الحمر المنظمين والمصممين على الوصول إلى النهائي مرة أخرى. فيما عنون موقع راديو أوكابي عن تصريحات للمدير الفني لنادي مازيمبي الكونغولي بعنوان لامين ناداي: سنذهب إلى هناك للتسجيل، وجاء فيه: هل هم لا يقهرون؟ لا يوجد فريق غير مرئي، لكن كل شيء سيعتمد علينا. أعلم أننا قادرون على القيام بعمل أفضل ونستطيع القيام بالمزيد، معترفا بأن لاعبيه بدأوا اللقاء بشكل سيء وأظهروا الخوف، وأنه من حسن الحظ أن فريقه لم يستقبل أي هدف في الدقائق الأولى من المباراة. كما أشار التقرير إلى عودة بيرسيتاو من الإصابة الذي عده بمثابة لحظة محورية للأهلي، وأظهر براعته ومساهمته الهجومية مع الفريق. بينما نشر موقع سبورت وورد الغاني تقريرا بعنوان مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي يحقق تعادلا في الكونغو الديمقراطية أمام تيبي مازيمبي. كما أشاد الموقع بلاعبي الأهلي مؤكدا أن الطقس لم يكن عائقا أبدا أمامهم في رحلتهم إلى لوبومباشي، وأثبت لاعبو الأهلي أنهم الملوك بلا منازع على مستوى القارة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما بأكرر دائما، هذه المباراه التعادل السلبي هو نتيجه خادعه في كره القدم بشكل عام، فما بالك ان انت بتكون بتلاعب فريق النادي الاهلي افضل. طبعا من الناحيه الفنيه النادي الاهلي افضل، ولكن صدقوني احذروا هذه المباراه. الكل يجب عليه الحذر من المباراه القادمه يوم الجمعه ان شاء الله، عشان نطمن اكتر ونعرف برضو رسائل من نجم كبير ياما لعب مباريات مثل هذه المباريات. نجم كبير كابتن ربيع ياسين. يا كابتن ربيع ازي حضرتك؟ اسلام، ازي صحتك؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله كله بخير والله، بخير الحمد لله. العام طيب وحضرتك طيب ودايما طيب. بخير ودايما منور قناه النادي الاهلي بيتك. منوره بيك طبعا وكل الاخوان وان شاء الله والحبايب طبعا، وان شاء الله كل خير باذن الله في القادم لفريق كره باذن الله الاهلي باذن الله تعالى. اسلام ان شاء الله. كابتن ربيع، عملنا مباراه جيده في لومباتشي في امام مازيمبي. مباراه يعني الكل شايف ان هي مباراه تليق باسم النادي الاهلي اولا، ثانيا ان انت اخذت منها اللي انت عايزه. دي وجهه نظر البعض، وجهه نظر حضرتك ايه في هذا الامر؟ تمام، هو ده كلام مظبوط. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، قدراته كبيرة جدا، هو اللي يملك الإمكانيات والخبرات اللي يقدر ياخد بيها ويرجع بيها في أي وقت. احنا كنا نتمنى طبعا ان تبقى نتيجة إيجابية ونسجل فيها، لكن الحمد لله خدنا اللي احنا عاوزينه، ما دخلش فينا، صمدنا. كان في ظل الظروف والنقص العددي بالنسبة للناس المصابة طبعا اللي هي مهمة جدا، والجو الحار الساعة 3 لأول مرة من فترة كبيرة جدا، لفترة كبيرة جدا نستمر تشوف النادي الاهلي بيلعب الساعة 3 الظهر، برضه الجو يختلف. فكل ده بأمر الله تعالى، فاحنا خدنا الحمد لله، الناس تألقت، الناس حاولنا، وكان ممكن نسجل وكنا قريبين جدا جدا، النتيجة إيجابية. شفنا ما حدش أثر، شفنا شغل كويس، شفنا بداية كويسة، شفنا إدارة مباراة وتغييرات وتدوير داخل المباراة من الخارج والداخل، دي حقيقة. ومع ان احنا بنلعب برضه فريق عنده خبرات، فريق كويس، عنده قدرات فرديه، عنده مهاره، عنده موهبه، فريق يملك جمهور على الملعب، فريق بيملك نتائج كويسه. فلا انا شايف ان احنا الحمد لله خدنا في الشوط الاول اللي احنا عاوزينه بفضل الله تعالى ان شاء الله تعالى. في مصر بقى التبخير باذن الله. قبل ما اقول قبل ما اسال حضرتك في مصر، ولكن لماذا دائما انا حتى لما باجي اسال حضرتك او ما كنت بسال حضرتك قبل كده او بسال اي نجم من نجوم كره القدم يقول لك دايما نتيجة التعادل السلبي دي اسلام خلي بالك نتيجة خادعة. انا الكلمة دي بقولها بقالي يومين ثلاثة، ولكن انا واخدها من الجيل بتاع حضراتكم والجيل اللي قبلكم والجيل يعني دايما النتيجة دي بيتقال عليها ان هي نتيجة خادعة. دي حقيقة، كلامك مظبوط. هو احنا طبعا المباراة يعني ما احنا الشوط احنا كنا نتمنى ان احنا نسجل بالاهداف على الاقل يبقى زي ما صحيح. فعلا نتيجة 0-0 نتيجة مش سهلة، والماتش في مصر مش هيبقى سهل يا كابتن اسلام، هيبقى صعب جدا مفيش كلام، وخدها. بس احنا اللي طمنا ان شاء الله أيوة. ان عندك
ان عندك لعيبه بتاخد بكل الاسباب، عارفه يعني ايه تركيز، عارفه يعني نتائج خادعه، خادعه ما بيفرحوش الا او يعني بيعرفوا يعني ايه تركيز. الفرقه بتاع النادي الاهلي عندها ميزات كثيره جدا ايجابيه تطمنك ان شاء الله يا استاذ، منها طبعا التركيز، منها ان هم عارفين ان كره القدم مالهاش كبير، انه بيقدروا النادي، انه بيحافظوا على الكيان، ما عارفين كره القدم ماتش مش سهل، ده شغل يطمنك. ومع برضو ان شاء الله عوده الناس، وفي نفس الوقت المدير الفني بامر الله تعالى مستر الكوره انه يركز في التشكيل في البدايه. في البدايه مهمه جدا، ان الناس مطلوب منها اليوم ده انها تتعب، ماتش لازم نتعب فيه عشان ان شاء الله نفوز بيه. اللعيبه تركز كويس قوي، المدير الفني يركز في التشكيل والتغيير والتدوير وقراءه المنافس، شاف منافس، شاف قدرات هجوميه، شاف ثلاث اثنين في الملعب، شاف قدرات دفاعيه، شاف ثغرات دفاعيه، شاف جناب، شاف كل حاجه. شفنا كل الفريق ده، شفناه عملي وشفناه في الماتش الاولاني. فهو ده، وعلى ان مستر الكوره واللعيبه انها تتعب وتختار، وتعرف ان هي هتتعب لحد اول دقيقه لاخر دقيقه، وده مهم جدا جدا. الطريقه كلها طبعا عارفين ان مستر الكوره بيلعب ب 4-3-3، ودي الاقرب بامر الله تعالى. المهام مهمه جدا يا كابتن اسلام، ان شاء الله وجود الجمهور باذن الله يدفع كبير جدا، وده مهم جدا للعيبه باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى كلنا يعني كلنا عندنا ثقه في ان اللعيبه هتقدم مباراه كبيره، ومستر كولر باذن الله تعالى، وان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا باذن والاداء باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب كابتن، دايما برضو في كلمه بتتقال وعايز احللها مع حضرتك، بمعنى انه يقول لك ايه، فريق مازيمبي هناك اللي بيلعب على ملعب نجيل صناعي وكذا وكذا وكذا، ولكن هو لما هيجي القاهره هيبقى افضل من هو هناك، لانه في القاهره الجو افضل، النجيله افضل، الاستاد القاهره طبعا مختلف تماما عن الاستاد اللي كنا بنلعب فيه. وبالتالي عايزين نحلل لجمهور النادي الاهلي هذه النقطه، يعني ايه مازيمبي هيجي يبقى افضل من المباراه الاولى؟ طول عمر خلي بالك يا كابتن اسلام، واحنا في افريقيا من السبعينات في افريقيا، ان الفرقه اللي بتيجي في مصر بتنام كويس وبتاكل كويس وتلاقي ملاعب كويس وتلاقي اجواء كويسه، صحيح طول عمرها خلي بالك موجود. احنا بنعاني في الماتش الثاني، وشوف كل دي حقيقه، كل البطولات اللي خدناها بفضل الله تعالى كده، يعني كل الماتشات بيجي هو في نفس الوقت، اصل ده ماتش يعني حتى لو قلنا يا كابتن اسلام فنيا او قسنا قدرات وقلنا ده قبل نهائي، طبيعي جدا ان فرقه كبيره وفرقه تملك قدرات وفرقه تملك قدرات، فالماتش مش هيبقى سهل. انا وصلت خلاص بفضل الله تعالى قبل النقطه الاخيره، فطبيعي جدا ان هم هيبقوا كويسين، طبيعي جدا هيبقى عندهم حاجات كتيره جدا دافع وعاوزين، ده طبيعي جدا. زائد لك وعندنا في مصر بتساعد مش كلام، هي دي برضه نقاط احنا تعودنا عليها يا كابتن اسلام، ساعه لما كنت بتلعب وانا بلعب، واحنا متعودين ان كل افريقيا لما بتيجي في مصر مش الاهلي بس، الاهلي والمنتخب بيلعبوا مباريات احلى من 100 مره من اللي بيلعبوها هناك. طبعا انت بتوفر كل حاجه يا كابتن اسلام، احنا كنا بنروح هناك ما بنلاقيش الفنادق، ما بنلاقيش الملاعب، فانا قصدي الصوره هنا في مصر حلوه، لكن مع احترامي الشديد مش على النادي الاهلي وخبراته الكبيره ولاعبين اللي هم مقدرين المسؤوليه وعارفين يعني ايه تركيز والتزام. طيب كابتن ربيع برضه، هل هناك، وده سؤال مباشر، هل هناك فارق في المستوى الفني ما بين النادي الاهلي ونادي مازيمبي لصالح النادي الاهلي؟ طبعا في بفضل الله تعالى، احنا اولا عندنا ميزات كويسه جدا، عندنا الماتش على ارضنا، ما احنا حابين نطمن الجمهور برضو يا كابتن، لانه لا الفارق الفني انا بشوفه واضح الحقيقه، ولكن مثل هذه المباريات بيبقى ليها حسابات اخرى. احنا اكيد الفارق الفني، اكيد في فارق فني بفضل، احنا الاحسن، احنا الافضل، احنا الخبرات، الكلام ده بالورقه والقلم، والكلام ده اكيد عند الكولر وعند اللعيبه طبعا، خلي بالك يا كابتن اسلام طبعا، هم عارفين وحافظين. عندك ميزات كتير كويسه، ان اكيد كولر مع محاضراته بيحفظ اللعيبه الطريقه شغلنا، هنهاجم ازاي، هندافع ازاي، نتحول ازاي، ايه الشغل اللي ايه الفكر بتاعنا من اول. اكيد اللعيبه شافت، اللعيبه اكيد اتفرجت على الماتش الاولاني طبعا، اكيد خد بالك يا كابتن اسلام، فاكيد ان هناك في رؤيات بفضل الله، الفروقات اكيد ان شاء الله، ان احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي دي معناها حط بقى ايه، حط الخبرات، هم حط بقى القدرات، عندك قدرات هجوميه، احنا بنتكلم بنشوفش النادي الاهلي اسم، لا النادي الاهلي عشان في قدرات يملكها وفي خبرات، في لعيبه على اعلى مستوى، وفي جهاز فني، وفي جمهور، دي كلها ايجابيات بامر الله تعالى هتساعدنا. احنا بالنسبه للمواجهات الافريقيه في مصر بفضل الله علينا، ان احنا الحمد لله بنعرف ان شاء الله في الوقت المناسب بنخلصها وايه اللي مطلوب. فدي ميزه ان اللعيبه يا كابتن اسلام عارفه الدور الفني، وده مهم جدا
الدور الفني لاثنين مهمين في هذا اليوم. التوفيق باذن الله تعالى من ربنا، وده ان شاء الله باذن الله نتمناه، زائد المدير الفني وقراءته للفريق المنافس وتشكيله وتوظيفه واللعيبه. يعني ايه اللعيبه تركز في الشغل والمهام والوظائف الفنيه اللي مطلوبه، يعني انا كنت اهتم بشغل انا في سير مباراه، عندي ثوابت، عندي تصويب، عندي شغل سير مباراه، عندي تمرير، عندي تحرك، عندي مساحات، عندي حاجات كثيره جدا، عندي طريقه. لازم ننفذ الطريقه ونتعب فيها من اول ثانيه لحد اخر ثانيه عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله، والناس الجمهور تشجع وما تقلقش. عندكم رجاله، عندكم رجاله، عندكم رجاله كبار عارفين يعني ايه قيمه فريقنا اللي لابسينها بالروح والفنيات، ان شاء الله وبتوفيق ربنا هيكرموا ويعملوا ماتش كبير ونكسب ان شاء الله تعالى. كابتن ربيع، حتى الان لم يتم الاعلان عن رجوع اي من المصابين، شايف الفكره دي ازاي او الموضوع ده ازاي؟ هو احنا عندنا المصابين كان حسين الشحات لسه برضه، لسه حسين الشحات حتى الان لم يتم الاعلان، يعني احنا بننتظر دائما الاعلان من النادي الاهلي مين المصاب، ولكن حتى الان لم يتم الاعلان عن عوده اي مصاب. يعني هو احنا عندنا بيرسي تاون رجع ولعب الماتش اللي فات اهو، كان بديل بيرسي ده مهم مين جدا. بيرسي تاو بيرسي تاو كان بديل ونزل رجع. لا انا بتكلم على المجموعه اللي لعبت، انا بتكلم بقى على المجموعه اللي بره، اللي هو مثلا حتى الان مروان عطيه لم يتم الاعلان، حسين الشحات لم يتم الاعلان، اليو ديانج لم يتم الاعلان، يعني محمد الشناوي لم يتم الاعلان عن اي شيء في هذا الامر، امام عاشور لم يتم الاعلان. ده قصدي ان الناس اللي ما لعبتش حتى هذه اللحظه، دائما ما ننتظر، بما اننا يعني قناه الاهلي فباننا بننتظر دائما اعلان النادي الاهلي عن المصابين. هل ده هيفرق في المباراه اللي جايه؟ هو احنا عندنا طبعا، شوف ما فيش كلام ان لو عندنا المصابين موجودين ده طبعا خير وبركه، ما فيش كلام لان وجودهم مهم جدا. واحنا لكن خلي بالك برضه عندنا ميزه من فضل، يعني احنا عندنا البديل الجدير بانه يبقى موجود ويبتدي بيه. عندنا دي ميزه في تيم النادي الاهلي. طب ما تيم النادي الاهلي انما لعب كام ماتش النهارده من غير الاصابات دي اسمه ماشي ينزل كله تمام الحمد لله رب العالمين. طبعا ما فيش شك ان الاصابات كتيره جدا، والاصابات انها طبعا اكيد هتفرق في حاجات كتير وفي مواقف وفي ودقائق المباراه بالنسبه لسير المباراه الفني. لكن الرجاله اللي موجودين يسدوا، عندنا الاسماء اللي موجوده بفضل الله كبيره وجديره وموجوده وثقتنا فيها كبيره. لان انت عندك ما عندكش ما بتلعبش بسبعه ولا ثمانيه ولا بعشرين، انت بتلعب ب30 لعيب هذا الموسم موجودين على اكمل ما يكون على الفراد. شايفين الحمد لله احنا لحد دلوقتي بالورقه والقلم بفضل الله تعالى الموسم ده الاهلي عامل نتائج كويسه، ليه ماتشات مؤجله بس حاجات بسيطه جدا. الناس بتتكلم على 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 مثلا اداء مش مظبوط او حاله من سنين في بطولات كتيره وقدرات واسعاد ناس، ده طبيعي جدا. شفنا برشلونه حالته عامله ازاي بعد سنين دي كلها، شفنا الريال بيكسب وحالته عامله ازاي، 18 كورنر بكورنر واحد وبيكسب مباراه اسلام. ايوه صح، في دي الفرق، في دي الفرق. كيف الناس بتقول ايه اصل ايه حالته؟ ما طبيعي، انت عاوزين يعني الاحصنه اللي موجوده دي سنين على طول زي ما فيش يعني على طول. صعب صعب يا جماعه. الحمد لله احنا كل البطولات من فضل الله علينا بناخدها، كل الناس ماشيه كويس، عمرنا ما بعدنا عن جدول الدوري بامر الله اول على طول، عمرنا ما بعدنا عن افريقيا، عمرنا بالارقام. النادي الاهلي بص في افريقيا محطم ارقام حاجات كتيره يا كابتن اسلام. فالحمد لله ان شاء الله الناس ما تخافش، البديل موجود وجاهز وعلى قد المسؤوليه. أيوة. فنيا جدير، فنيا كبير، ان شاء الله كل خير بامر الله تعالى ونعمل ماتش كبير ان شاء الله تعالى يا كابتن. كابتن مصر انا بشكرك جدا ودايما بتفائل لما حضرتك تبقى معايا، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ربيع ياسين على كل هذه المعلومات وكل هذه الامور الفنيه. يوم الجمعه رهان، هو الرهان حرام يعني مش عارف اقول ايه، ولكن في ناس بتقول لي يوم الجمعه جمهور الاهلي هيبقى قد ايه في المدرجات؟ انا متاكد عندما تراهن على جمهور النادي الاهلي عمرك ما هتخسر رهان ابدا ابدا ابدا. وشفنا كده كتير، وانا كل مره بقول الكلام ده، كل مره بقول هذه الامثله يا جماعه. جمهور الاهلي ان شاء الله 50,000 متفرج يوم الجمعه في المدرجات ان شاء الله، لانه صدقوني ال 50,000 دول هيخلونا 22 لعيب للاهلي فقط، مش 11 ضد 11، لا اللعيب ال 100% بتاعته اللي عايز يأديها بيبقى 200% بوجود حضراتكم، بوجود 50,000 متفرج يبقوا موجودين في المدرجات. انا يعني
أنا ما عنديش أي شك في هذا الأمر، كل حاجة بتتحل. إذا كان هناك بعض الأمور كل حاجة بتتحل، مفيش حاجة بتتحلش بالمناسبة، ولكن دي حاجة، وحبي لنادية ووجودي في المدرجات حاجة تانية. أنا من الناس اللي بصراحة ما بعرفش أروح أتفرج على ماتش الأهلي في المدرجات أو ماتش المنتخب مصر مهم جدا في المدرجات، ما بعرفش، ما بقدرش، بحب أقعد في مكان وأبقى لوحدي كمان غالبا، يعني في أغلب الأوقات، أو صحابي القريبين جدا يبقوا حواليا، لأنه الموضوع بيبقى صعب علينا. الواحد وهو بيلعب كان يعني الأمور كانت أحسن كتير. فعشان كده بقول لحضراتكم 50,000 متفرج موجودين إن شاء الله يوم الجمعة، ده أنا ما ده ما فيهوش يعني لا يوجد نقاش في هذا الأمر. في حد بيسألني يعني من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، خدوا بالكم، خدوا بالكم من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، هتشوف. ما هو دلوقتي أصبح عايزين نشوف الفرق ما بين ده وما بين ده، ما بين الجمهور ده. جمهور النادي الأهلي ملوش زي، حتى لو إيه، جمهور النادي الأهلي ملوش زي. روح الفانيلا الحمراء ودعم الجماهير هي دائما كلمة السر في كل البطولات اللي اتحققت خلال السنين اللي فاتوا، من أول 1907 لغاية دلوقتي، لغاية 2024. كل البطولات اللي اتحققت اتحققت بحاجتين: روح الفانيلا الحمراء، التريق اللي عايز يتريق يتريق من بعد من لا يشجع النادي الأهلي، وحضراتكم، أو الأول حضراتكم وروح الفانيلا الحمراء، من 1907 لغاية دلوقتي. أنا متأكد إن احنا إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هنكون على موعد مع كتابة التاريخ، وفي ظهرنا 50,000 متفرج موجودين في المدرجات بيدعموا فريقهم علشان نصل إلى المباراة النهائية. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن ماهر همام والنجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن اسلام شرف ومنور. اهلا بيك حبيبي. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن حشيش؟ ازيك يا ابو كابتن، شرف ومنور. الله يخليك كابتن ماهر. كابتن حشيش الاول بقى، لان النهارده كابتن حشيش معانا، ما اقدرش اسيبه. لا وخد بالك ولا اسيبه يعني. لا توأمة، خلي بالك توأمة بينه وبين حشيش بصراحه. أيوة يعني. لا طبعا انت تنور اي مكان حضرتك كابتن حشيش. كابتن ماهر اللي يقول لنا طبعا اساله حشيش، اساله السؤال ما بلاش. اساله السؤال اللوزعي، ايه رايك يا كابتن حشيش في اللي بيحصل في 2003؟ طبعا الموضوع اللي بيحصل ده وده يتشال، مشكله كبيره ويعني افه من افات الكره المصريه، من خلال طبعا قطاعات الناشئين والبراعم، موضوع التزوير. وطبعا الموقف الاخير ده موقف صعب جدا، بس عايز اقول لك حاجه، احنا كفرع القاهره متعودين عليه والله. يعني في بعض الفرق كده، يعني انا ما اقصدش طبعا انبي بالتحديد، يعني شكل بشكل عام، بتيجي على اخر البطوله تحس كده ان هيبقى مثلا ممكن يبقى فيها قلق، فتكون محضره ايه فايل كده للعيب معين عشان تقصد يطلع. ان الفرق اللي بتعمل القلق دي بيكون عندها مشاكل تزويريه بالظبط، فبيحبوا يقوم جاي داخل في قصه انت هنا ما بتتكلمش على ام بي ولا لا خالص. لا خالص بتتكلم بشكل عام، هناك بعض الامور اللي بتعمل كده طبعا، يطلع بقى الفايل في وقت مناسب عشان يعمل برجله او يعطل حاجه او يعمل كذا وكذا وكذا. طبعا انا عايز اقول لك حاجه، احنا كفرع القاهره من ضمن يعني فروع اتحاد الكوره والمنظومه كامله، يعني اولا احنا ما بنتحققش من الاوراق اللي بتجي لنا. اوكي. لان انا بطلب شهاده ميلاد كمبيوتر، شهاده مدرسه، شهاده من حاجات واضحه الاداره بتاعتي، وبيبقى الاستماره بتاعه القيد مكتوب فيها ان كل البيانات والاوراق اللي بتتقدم دي على مسؤوليه طبعا النادي. اوكي. انا ما عنديش اسلام ان انا مش مختص ان انا اروح ابحث بقى عن الشهادات الميلاد دي في السجل ولا في الكلام ده، ما عنديش الامكانيه لحاجه زي كده. لما بيبقى بتقدم لي حاله فانا بشوفها وبديها للشؤون القانونيه عندي، بتبتدي تعمل وقت قد ايه الحاجات دي يا كابتن؟ في الطبيعي لا يعني لو حاجه طبيعيه يعني على حسب الحاله. ما هو انت ممكن يجي لك انت في فرع القاهره مثلا ولد مواليد الصعيد،
انت بتعمل اجراءات كتيره بقى لما بتشوف القانونيه عندنا لازم بتروح للمباحث وبتروح لكذا عشان حد يساعدك. ما انت لو رحت للمكان اللي مولود فيه اللعيب ده مش هتعرف تعمل حاجه لوحدك اذا ما كنتش من جهه رسميه تساعدك على انك تروح تسال هنا وتسال هنا وتسال هنا وتسال هنا. وبعدين احنا عندنا اسلام فرع القاهره لوحده بس مسجل عندنا كام ناشئ وكام برعم في قول رقم كده انت 12000 13000 طيب 100000 30940 بالتحديد. نهار ابيض هتعمل انت بقى في الكم ده كله بقى في الاوراق 940 30000 برعم ونشيد. انت بتتكلم بقى من اول السنه دي مثلا 3 و4 و5 و6 لغايه 2014 شوف كم الاعمار السنيه دي وكل عمر سني ده مش هتقرا بس كل المناطق بس لا القاهره اكتر يعني لو اقل هيبقى 20000 مثلا اصل لا برضو اقل الفروع الثانيه بتبقى يعني الانديه محدوده جدا احنا عندنا حوالي 120 نادي ومركز شباب اوكي فانت عندك كم كبير جدا جدا من اللعيبه ما تقدرش ان انت وبعدين انت لو احنا بنتكلم بشكل عام بشكل عام طبعا مش على كل الانديه لها احترامها وكل الانديه على دماغنا ولكن هنا بنتكلم بشكل عام لحل هذه القضيه احنا هنعمل ان شاء الله قريب ما يخص هذا الامر طبعا كابتن حشيش وكابتن مالح هيبقوا معانا لانه متخصصين في هذه الامور وبرضه انا بتكلم بشكل عام الانديه اللي بتعمل كده مش معفيه برضه من مواضيع التزوير عندها حالات في سنوات سابقه عندها برضه حالات تزوير اوكي فهي القصه صعبه جدا جدا انت لو كتبت او جيت تسجل على السيستم لعيب عارف لو رقم واحد اختلف فيه الرقم القومي تختلف يا كابتن ماهر ما بتعرفش تجيبه رقم واحد بس شوف الارقام الكبيره اللي على البطاقه لو في رقم بس بدل واحد اثنين في النص كده دور بقى مش هتعرف تجيبه إيه؟ والسيستم هيقبل لان طالما في حاجه مختلفه فده لعيب تاني يعني اقصد العمليه صعبه جدا جدا وهي تطبيق اللوائح احنا بنطبق اللائحه بتاعه المسابقه نفسها لو تساوى فرقتين يبقى مواجهات مباشرة أو بعد كده تساوى في المواجهات المباشرة يبقى الأهداف والمفروض النتيجة بتطلع إلى أن بقى وعلى فكرة يعني بيبقى في أغلب الأوقات المواضيع دي بتبقى في شينك يعني انت فاهم هي للتعطيل بس برضو باكد انا ما بتكلمش على نادي بعينه انت هنا بتتكلم بشكل عام برضو بشكل انا ما بتكلمش انا سالت الكابتن حشيش في الاول على 2003 وهو قال لي لا بشكل عام يا اسلام الموضوع 1 2 3 بالظبط كده فبالنسبه للحدث الاخير بتاع الاهلي وانبي هو نتيجه للائحه تطبيق اللائحه هو ان النادي الاهلي صاحب البطوله الا ان يستجد بقى حاجه بعد كده بالظبط كده ودي الاجراءات بقى طبعا التحري والبحث والكلام ده حاجه كبيره يعني وبعدين عايز اقول لك حاجه ان النادي نفسه مش هيبقى مسؤول يعني العقاب هيجي على زي ما بقول لك اللاعب نفسه ممكن اللاعب بقى يتشطب وحصل قبل كده انما النادي زي ما بقول لك هو أنا انت جبت لي شات كمبيوتر بالزبط. طب انا يعني هقول لك لا مش صح افضل دايخ عليها بقى اروح ادور على هدور على كام واحد كتير جدا جدا يعني فهي بس الموضوع خد ضجه كبيره بس اعتقد ان الاتحاد حسم الموضوع وبعد جاب للنادي الاهلي والنادي الاهلي طلع بيان وقال فيه ان هو خلاص الموضوع منتهي وانه النادي الاهلي هو صاحب البطوله لحين ما يستجد جديد بس النادي الاهلي دائما ما يطبق مثل هذه الامور في من خلال لائحه بتبقى موجوده عنده في القطاع وعايز اقول لك الموقف نفسه لو مع اي فرقه حتى انبي ولا مقاولين ولا اي نادي تاني هي نفس الاجراء يعني كابتن ماهر مشاكل كابتن اسلام يعني يمكن دي مش اول مشكله احنا بنعاني من المشاكل دي بقالنا سنين وسنين وسنين بصراحه يعني زي ما قال حشيش كده طبعا بتبقى مسؤوليه النادي نفسه مسؤوليه اللاعب نفسه لان انا عايز اقول لك اسلام وانا كنت مع الانتاج الحربي فريق 2006 انا كنت رئيس القطاع موجود كان عندنا ولد بيلعب باسم اخوه حقيقي والله واخوه كان متوفي وانا ماشي اول وهو لعب معايا يمكن حوالي 4 5 6 مباريات انت تعرفش طبعا وانا ما اعرفش بس انا هذكر برضك اسم واحد دقرم في الحاجات دي فتحي عماشه وكان شغال في انبي وقتها وانا هلعب انبي يعني شوف الحظ ادي اهلي وانبي وانتاج وانبي فقبل المباراه قال لي يا كابتن ماهر انا عايزك جوه في الاوضه فاخدته كده في الاوضه عندي وقال لي الواد رقم 4 اللي عندك مزور اوكي بيلعب باسم اخوه واخوه متوفي
انا بثق في عماشه عشره عمر يعني بصراحه يعني. والراجل بيقول لي على حاجه يعني حاجه واضحه ومهمه يعني. انا اول قرار خدته اسلام ان انا شلت لادمير سكور، شلته خالص طبعا، وطلبت تاني يوم انه اجيب والده ويجي ولعبنا المباراه. المهم ان احنا في السنه دي وصلنا مع النادي الاهلي في النقط والاهداف، وبعدين اتحاد كوره عمل قرعه والاهلي كسب البطوله. لكن انا خدت قرار تاني يوم على طول ان انا الولد بره النادي. ده الصح يا شاب خالص. اول ما تسمع مثل هذه الامور يعني طبعا ده تصرف رائع من شخص رائع يقدر يعمل كده، ولكن برضه لو ما تعرفش هتعمل ايه؟ بالظبط بالظبط. احنا عايزين بس نفرق بين حاجتين يا اسلام. اتفضل يا كابتن. في حاجه اسمها تدليس وفي حاجه اسمها تزوير. التدليس يعني لو انت مثلا في لاعب عندك واخد انذارات وموقوف ماتش ولعب لعبته، واخد بالك ازاي؟ ده لازم الاحتجاج يتقدم في خلال 48 ساعه. لو ما تقدمش خلاص الموضوع خلص مهما كان مهما كان. انما حتى لو صح حتى لو صح أوكي. انما التزوير ممتد لو حتى من اول السنه او آخر في اخر السنه. دي برضو لازم الناس برضو يعني تفرق ما بين الاثنين. عموما الموضوع يحتاج الى حلقات وحلقات وحلقات بعيدا عن يعني نحن عندنا مباراه يوم الجمعه القادم امام مازيمبي في اطار ارجع بقى اتكلم عن المباراه في اطار المباراه القادمه يا كابتن ماهر. عندنا مباراه او لعبنا مباراه وجهه نظري ان هي مباراه جيده. اعرف راي حضرتك وراي كابتن حشيش في مباراه مازيمبي من الناحيه الفنيه. يمكن احنا اخر حلقه كنا موجودين معاك يا اسلام وقلنا ان النادي الاهلي ان شاء الله عنده اهداف كثيره جدا في المباراه ديت، خصوصا ان يعني المستوى كان في المباراتين قبل كده وصعب النادي الاهلي يستمر على المستوى اللي هو المتواضع في ادائه بالنسبه للمباراتين اللي كانوا في الدوري العام. لكن المباراه الافريقيه بيبقى ليها تركيز اكتر طبعا وليها دوافع اكتر، لان الدوري احنا زي ما اتفقنا وقلنا عندنا 7 مباريات ممكن النادي الاهلي يقدر يعوض فيهم بشكل كبير، ومعودنا على كده. كل ما يبقى في تاجيلات مؤجلات النادي الاهلي بيقدر يتفوق من خلالها وبيرجع للمكانه الطبيعيه وهي على راس الجدول. حقيقي. اما المباريات الافريقيه فدي بيحصل فيها تركيز بشكل كبير جدا اسلام، ويمكن بعض المحللين وبعض الناس ويمكن في زود التحليلي قالوا يمكن كان مستر كولر مركز على البطوله الافريقيه اكتر حشيش من بطوله الدوري العام. لكن لما قفلنا ملف الدوري العام بدانا نفكر في مازيمبي، وهو الراجل اللي اتكلم حتى في المؤتمر الصحفي قال ان احنا شفنا مازيمبي اكتر من مره، وحتى هو اتكلم على مباراته مع افتكر مع فيوتشر مازيمبي في لقاءات سابقه ان كان ولا بيراميدز اسف كان حظوظ بيراميدز اكتر من مازيمبي في حته المكسب. ودي يمكن بتدل على ان مستر كولر متابع بشكل كبير جدا المباريات الافريقيه والمنافس اللي هو هيقابل النادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا مستر كولر في المباراه دي كان عنده ظروف صعبه قوي كمان، الغيابات والاصابات اللي ضربت الفريق والنجوم بس خلي بالك ما زالت موجوده مأثره بشكل كبير. لكن طبعا احنا متعودين على لعبتنا ان هي في المباريات المصيريه اللي بهذا الشكل بيبان معدن وشخصيه النادي الاهلي، ففعلا لعبتنا كانوا في المباراه دي قادرين ان هم كمان يفوزوا. كان عندنا فرص اكتر من مازيمبي كانت ممكن تحقق لنا مكسب ب3 نقاط، لكن دي كانت النتيجه اللي احنا اتكلمنا عليها. لو ما كسبناش ناخد التعادل، وانا شايف ان 50% من هذه المباراه التعادل بالنسبه لنا ايجابي، هيبقى عندنا 50% التانيين ان شاء الله هيبقى في القاهره في وسط جمهورنا. انا شايف ان شاء الله دوافع النادي الاهلي تقدر باذن الله نكسب المباراه بشكل جيد. كيف ترى التعادل خارج الارض يا كابتن حشيش؟ هل هي نتيجه سلبيه، هل نتيجه ايجابيه، ولا كان شيء لم يكن؟ انا في وجهه نظري كان ماتش كويس من النادي الاهلي في ظل الاجواء ومعطيات المباراه. انت خارج من مباراه مع نادي الزمالك خسران، بتلعب بعديها بكم يوم في افريقيا مع فريق صاحب بطولات عنده تاريخ في البطوله، لعيبه على مستوى عالي تاريخها في البطوله بتاعه السنه دي ماشيه كويس بشكل كويس، بتكسب بره ارضها بتعادل على ارضها، يعني فرقه كويسه وفرقه محترمه ومعاها مدرب كويس. الجانب الثاني يعني انا برضو عايز اقول نقطه كده برضو اوضحها للساده المشاهدين،
ان انا عايز يعني الهجوم اللي كان على كولر خلال الفتره اللي فاتت. اولا كولر اكتر واحد يعني عارف وضع اللعيبه بتاعته. تخيل انت يا اسلام لو كان زي مثلا الفتره بتاع موسيماني وما كانتش بالضغط بتاعه المباريات بتاع كولر، لو كان ثبت فريق وما غيرش زي ما غير الناس بتقول كل مباراه يغير ناس ويلعب ناس مش عارف ما بتلعبش وناس كذا وكذا وكذا. طب ما هو لو كانتش عمل دلوقتي الكلام ده كان ايه اللي هيحصل دلوقتي مع اللعيبه؟ كانت لعيبه انتهت تماما ما قدرتش تقف على رجليها، لان في لعيبه النادي الاهلي مع ضغط المباريات المحليه والافريقيه وكاس عالم الانديه والكلام ده كله، مع معظم لعيبه النادي الاهلي منتخب مصر بتشارك مع منتخب مصر في الودي وفي الرسمي وبتاع، كم مباريات غير عادي. يعني اللعيبه دي لو ما كانتش بتغير طب ايه اللي كان هيحصل دلوقتي؟ واخد بالك ازاي؟ لانه وصل لمرحله كمان من غير الاجهاد من الاصابات ولعيبه مؤثره. يعني مع احترامي الكامل فريق النادي الاهلي اي حد بيتقايد فيه هو لعيب كويس، انما لازال في بعض اللعيبه اللي هي سوبر ستار اللي بتعمل الفارق اكيد بتاثر على الفرقه. يعني ما حدش يقنعني ان في بعض اللعيبه، الكلام ده بيحصل في الانديه الكبيره زي ريال مدريد وبرشلونه والسيتي وليفربول، اللعيبه برضو العاليه يا كابتن ماهر بتبقى مؤثره غيابها في المباريات. كذلك النادي الاهلي في لعيبه اعمده رئيسيه في الفريق لما بتغيب بتعمل الفرق. الراجل اللي بيلعب اللي موجود اللي بيبقى نازل البديل ده، انت احيانا كولر كمان بيبقى فيه في بعض الاوقات اماكن الراجل الاساسي والاحتياطي مش موجودين، يا واحد مجهد والتاني مصاب، بيضطر كمان يوفق واحد بالظبط يا جاي من الاخر خالص، يا اما واحد مش مركزه بيلعب. فما تطلبش من الراجل اللي بيلعب في غير مركزه اسلامي، يعني انت بتلعب باك رايت وانا راجل مساك، لو اتزنق ولعبوني مكانك انا يا دوبك هادي النواحي الدفاعيه بتاعتي، مش دوبك اعدي الماتش، اعدي الماتش. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني دي اللي عايز اوصلها للناس، ان انا مش هبقى زي اسلام بقى الواجبات الدفاعيه والتكمله الهجوميه وال يعني. فاللي حاصل في الفريق ان انا دلوقتي يعني انا كمان الراجل بيغير ممكن التكتيك بتاعه او الطريقه بتاعته او الوظائف بتاع اللي بيكلف بيها اللعيبه على حسب برضو التشكيله اللي موجوده. يعني هيلعب مثلا باثنين ديفندرات، يعني لو كان عنده مثلا ديفندر الاساسي بتاعه ممكن يعتمد ان جنبه اثنين ثمانيات، انما لو الراجل ده مش موجود وبضطر جبت واحد تاني بيلعب في المكان ده فانا لا ممكن اغير، لانه مش هيقدر يشيل القصه دي لوحده، ممكن العب بقى اثنين ديفندرات ولاعب واحد 10 قدامه. يعني انا اقصد ان القصص دي كلها مش في حسابات الناس، الناس بتبص الراجل ده كان كويس الماتش اللي فات قعدته ليه. يعني احنا مثلا ماتش زد لما تشوف التشكيل ناس لعبت، ماتش الزمالك ناس تانية بتلعب، ناس الماتش بتاع مازيمبي هناك ناس يعني هي دي التوليفه اللي الراجل شايف ان ممكن تلعب. الراجل بيحسبها كمان مش بالماتشات، ده بيحسبها بعدد الدقائق عشان موضوع الاحمال والاستشفاء والحاجات دي. في واحد لعيب بيبقى الاستشفاء بتاعه اسرع من لعيب تاني، في واحد ممكن يلعب كل 3 ايام عادي جدا مش فارق معاه، الاعمار السنيه بتفرق في موضوع الاستشفاء زي ما انت عارف. فالقصه دي كلها انك في الظروف دي كلها والنادي الاهلي ماشي افريقيا يمكن احسن من السنه اللي فاتت، ما احنا شايفين السنين اللي فاتت كان الاهلي ماشي بيتعثر في المجموعات ويطلع والموضوع يبتدي المستوى يعلى شويه بمرور الوقت في المراحل الاقصائيه. السنه دي ماشي كويس في افريقيا الحمد لله وبيلعب قبل النهائي، وفي نفس الوقت في ظل المؤجلات الكتيرة بتاعة الدوري ماشي برضه، لو كسب ماتشاته هيفرق عن الأول دلوقتي. فمجمل الموضوع ماشي كويس، الأمور جيدة، الأمور جيدة. ماتش خسرته مع الزمالك، ما ممكن أي فرقة وارد إنها تخسر، مش هتفضل تكسب على طول، أنت ممكن يبقى الماتش 0-0 ويجي واحد من الديفنس أو واحد بيشوط كورة تخبط في واحد تخش جون يبقى اسمه في الآخر مكسب. فأنا عايز أقول إن الناس ما تاخدش بالقطعة، الراجل ده عمل نتائج كويسه جدا مع النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت، واخد بطولات كتيره ولسه عنده اللي جاي. انا شايف نتيجه كويسه ماتش مازيمبي، الماتش اللي جاي هيبقى اصعب من الماتش اللي هناك. يعني احنا كنا متخيلين ان هناك الماتش هيبقى صعب عشان الملعب. هنتكلم عن الماتش هنتكلم عن الماتش اللي جاي في وقت، ولكن يا كابتن ماهر من خلال متابعتك للمباراه الاولى، ما اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في فريق مازيمبي؟ هما برضك عندهم مشاكل في خط الظهر اسلام بشكل كبير. يعني الفرق الافريقيه عندها مساحات ورا ظهرها بشكل كبير، وهم عندهم
الجنب اليمين بيهاجموا من خلاله يعني بصفه اساسيه وبيعتمدوا عليه، وعندهم اللعيب اللي في نص الملعب الجوكر بالنسبه لهم مفتاح اللعب، لكن هم برضك ما عندهمش الخبرات في التلت الهجومي من ناحيه احراز الاهداف، يعني كل اهدافهم مبنيه على الكروسات العرضيه، لكن ما فيش حاجات من العمق يا اسلام فيها دبل باص، فيها وان تو، فيها اختراق، فيها تصويبه تكون مؤثره، جمله بتتعمل او كره ثابته. هم كل شغلهم بيعتمد على الاطراف والكورسات العرضيه والزياده العدديه اللي بتبقى موجوده في المنطقه. لكن احنا بالنسبه لنا يمكن كان عندنا اكتر من فرصه، اربع لعيبه يمكن ضد اثنين، ويمكن اتخلقت لنا فرصه او فرصتين كنا ممكن نقدر نسجل من خلالها. لكن عايز اقول ان مازيمبي برضك من الفرق المجتهده، يعني زي ما حشيش قال يعني هم عندهم بطولات ونتائجهم داخل ملعبهم وخارج ملعبهم نتائج يعني ايجابيه. وعايز اقول ال 50 50 المباراه اللي في ملعبنا ال 50 الثانيه، احنا برضك مش عايزين نقول ونوصل للناس ان احنا خلاص حطينا رجلنا على النهائي، لان لسه في 90 دقيقه. ايوه، و90 دقيقه مهمه جدا بالنسبه لنا، محتاجين جمهورنا. كابتن حشيش كان بيتكلم على الضغط اللي وقع على مستر كولر. عايز اقول لك كابتن حشيش ان جمهورنا ما شاء الله جمهورنا الاهلي مثقف وواعي بشكل كبير جدا، ما بيضغطش على لعيبته، لان عارف ان اللعيبه دي ياما فرحته وياما حققت له بطولات ومخليه يعني منتعش طول السنه او طول السنين اللي فاتوا بالبطولات اللي احرزوها. لكن بيبقى الضغط ممكن من السوشيال ميديا، ممكن يكون استوديو تحليلي. لكن ان شاء الله نتمنى باذن الله ان ال 50% المباراه الثانيه كابتن اسلام مستر كولر يكون فعلا بقى خلاص يعني شاف 90 دقيقه الاولى وشاف نقط الضعف اللي موجوده في مازيمبي، الحاجات الايجابيه اللي عندهم. ممكن يكونوا هم جايين برضك يعتمدوا معاهم مدرب واعي ومدرب كويس، ممكن يكونوا جايين برضك عايزين يعني يفاجئوا النادي الاهلي بهدف يعني عقر مسار طبعا كل فريق التنظيم له يعني بالظبط، وهيبقى عنده طبعاً اهداف. وهو حتى كمان في المؤتمر الصحفي كان المدير الفني بيقول ان احنا لسه لينا لقاء تاني مع النادي الاهلي، وانا متاكد ان اللقاء التاني ده هيبقى ايجابي بالنسبه لنا. يعني بيحاول ان هو يطمن فرقته، بيطمن جماهيره ان هو هيروح القاهره ان شاء الله هيرجع. حتى الصحف الكونغوليه النهارده بتتكلم يعني ان هي واقفه في ظهر فريقها وان هي متاكده ان هو هيرجع يكسب بالظبط. فده طبعا يعني بيديهم عامل، بيديهم دافع بشكل كبير، بيديهم دوافع. لكن احنا اتعودنا في وسط ملعبنا في وسط 50,000 اهلاوي ان شاء الله اللي هيبقوا موجودين، يعني دول بيحركوا الصخر زي ما بيقولوا يا اسلام. صحيح، من اول هتافاتهم من اول المباراه لحد نهايه المباراه جمهور النادي الاهلي واعي ومثقف، بيقدر يشجع لعيبته بشكل كبير. عايز اقول ان كمان حتى لعيبتنا النهارده مستر كولر بيدي 48 ساعه راحه للعيبه، لان هو راجل حاسس طبعا ان اللعيبه مشوار المجهد، يعني بسميهم الرحاله، يعني رايحين جايين رايحين جايين. الله يكون في عونهم. 48 ساعه هتفرق بشكل كبير جدا، طبعا هتعمل عمليه استشفاء للعيبه، هيرجعوا على التدريبات، عندنا وقت كويس لحد يوم الجمعه. التدريبات اللي مستر كولر متعود عليها كلها استشفاء للعيبه، طبعا الحاجات اللي بياكد عليها الجمل التكتيكيه، الجانب البدني المهاري، الجانب الخططي. اكيد مستر كولر طبعا واضح قوي انه ارى المازيمبي بشكل جيد. نتمنى ان شاء الله باذن الله الاخراج خلال ال 90 دقيقه يكون لصالح النادي الاهلي في هذه المباراه. مازيمبي هيلعب، هيعتمد على التامين الدفاعي والهجمه المرتده، ولا هل من الممكن ان يكون هناك اسلوب اخر يعتمده لامينا ناداي؟ بص يا اسلام، هي النتيجه خادعه، يعني 0-0 دي نتيجه خادعه. انت بتلعب الماتش الثاني خلاص 90 دقيقه زيك زيه، لا انت عندك هدف تحافظ عليه ولا هو عنده هدف يحافظ عليه ولا حاجه. هو الماتش 0-0، هنا تلعب ماتش 90 دقيقه. انا شايف ان كمان الماتش هنا هيبقى اصعب، لان هناك انت رايح في ظل المعطيات اللي قلنا عليها دي، والملعب والترتان والاجهاد والسفر، فكنت مقفل شويه وبتلعب على هجمات المرتده. هنا مش هيحصل الكلام ده، انت بتلعب في وسط ارضك وفي وسط جمهورك، فلازم هتهاجم عشان عايز تكسب. هو في نفس الوقت نفس القصه برضه، هو مش هسيب نفسه لغايه الدرون ومثلا على امل مثلا ضربات جزاء ولا حاجه، هو برضه هيهاجم، بل بالعكس هو عنده فرصه انه يهاجم، لان هيبقى عندك مساحات هنا يا كابتن ماهر بالنسبه لك. انت في مساحات، لان انت هتهاجم، مش هتلعب بقى الثلاثه الفلات اللي هيبقوا موجودين، لا انت هتلعب بقى بصانع العاب وهتلعب بواحد ديفندر، وهتبقى في مساحات.
هم عندهم سرعات وعندهم لعيب كويس اللي هو في نص الملعب ده الهداف بتاعهم، لا وبيلعبوا بدماغهم كويس، يعني عندهم برضو اسلحه كتيره ممكن يقدر يستغلها. فالماتش هنا صعب جدا جدا، عايز توازن في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، عايز يبقى فيه اصرار على المكسب، عايز يبقى فيه انت نازل وعندك الثقه وكل حاجه، بس انت لا مامن نفسك، لان الكوره علمتنا ان مفيش كبير وصغير، والماتش زي ما بقول لك بالنسبه للفرقتين كل واحد عنده الطموح بتاعه. طبعا ده هو بالنسبه له كمان يكسب الاهلي، عايز يكسب الاهلي وعايز يكسب افضل نادي في افريقيا، تكسب الاهلي في القاهره وانت تعيد ذكرياتك ثاني، ان انت رحت كاس عالم الانديه وصلت نهائي من الفرق اللي وصلت نهائي كاس عالم الانديه، فنادي زي ده الانديه اللي عندها تاريخ في البطوله بتبقى برضو عندها نوع من انواع الخبرات حقيقي، مجلس الاداره واللعيبه والاجهزه وكده بيبقى عندهم القوه وعندهم المقدره وعندهم الامكانيات ان هم يقدروا ان هو يطمع فيك وعايز يكسب النادي الاهلي وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. عارف النادي الاهلي طبعا هيبقى شرس هنا، ممكن يلعب على اخطاء معينه، ممكن يلعب على حاجه معينه، انت عندك ضغط جماهيري كبير جدا جدا، انت عندك ضغط جماهيري هيبقى هنا ان شاء الله يبقى الاستاد مليان اكبر من الساعه كمان 50 و60 ألف، فده هيحط على اللعيبه طبعا عبء كبير ان هو يقدر ان شاء الله باذن الله يعني يخلص. مفتاح المباراه دي هو هدف مبكر، يعني انا شايف ان مفتاح المباراه هو هدف مبكر، لان هيلخبط الدنيا، هو مش هيبقى عنده حته ان انا امن، لا خلاص انت جبت هدف فهيبتدي يفتح خطوطه، هيبتدي يهاجم ممكن عن طريق الحته دي ان انت تقدر ان شاء الله تحرز اكتر من هدف وتخلص المباراه من بدري يعني. طيب هنكمل كلامنا، ولكن صراع سنغالي سويسري على استاد القاهره، خلينا نشوف نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، هل من المتوقع ان نرى بعض التغيرات اللي بتحدث في التشكيل الرئيسي اللي لعب بيه مارسيل كولر في المباراه الاولى؟ يعني وجهة نظرك طبعا. فاضل 3 4 ايام في تدريبات، ربنا بس يستر يعني ما يحصلش حاجه بالنسبه للوحدات التدريبيه، حد يحس او خبطه في تقسيمه ممكن تبعد لك حاجه من ضمن اللعيبه المؤثرين، لكن نتمنى طبعا ان شاء الله ثبات التشكيل بيبقى مهم جدا اسلام في الاوقات اللي مستر كولر بيبقى فيه تثبيت للتشكيل، فعلا بيبقى ثمار الاداء بيبقى بيختلف اختلاف كلي عن التدوير والتجهيز، يعني التدوير والتجهيز ما بيديناش الطابع اللي هو احنا اتعودنا عليه، لكن طبعا هو مستر كولر من خلال المباراه ديت بيبقى عنده استراتيجيه وعنده طريقه لعب وعنده تشكيله بيفكر فيها تكون مناسبه للمباراه، لان هو شاف الفرقه وشاف خطوطها الثلاثه من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه، هو بقى بالنسبه له هيفكر في التشكيل اللي يناسب المباراه دي، وزي ما حشيش قال هيبقى معظمه يا اسلام بيبقى هجومي، يعني انت هناك مثلا لو طريقه اللعب لو قسمناها كده اديناها نسب هتلاقي بتدافع بنسبه 70% وبيبقى مثلا 30% بيبقى الشكل الهجومي اللي بتعتمد فيه على الكونتر اتاك، هنا بقى هتختلف بقى اسلام، هترجع بقى للجزء الاعلى اللي هو الجزء الهجومي 70% في الهجوم 30% في التنظيم الدفاعي، في سبيل ان طول ما انا بحافظ ما بيجيش فيا انا عندي فرصه ولاعبتي وتركيبه اللعيبه اللي موجود عليها النادي الاهلي في الخط الهجومي تقدر تجيب جول حتى لو في الدقيقه 90 في الدقيقه 95 متعودين على كده. فمباراه نتيجه لسه كنا بنتكلم نتيجتها يعني 0-0 ما بنحبهاش، نتيجه صعبه 0-0 دي ممكن تجيب جول، ممكن الله يقدر هو يحاول يعوض، يعني فيها صراع فني هيبقى بشكل كبير جدا، لكن يهمنا ان احنا نرجع لطبيعتنا للتكتيك اللي احنا تعودنا عليه، ان احنا من اول ربع ساعه تلت ساعه مع الضغط الجماهيري ان احنا نقدر نخطف جول، الجول ده هيدينا ارتياحيه وهيدينا ثقه للعيبه وللجهاز، وفي نفس الوقت هيبقى اندفاعات بالنسبه له بقى هيحاول يعوض، فممكن خطوطه تنفتح نقدر من خلالها نستغل الجمل التكتيكيه الجميله اللي احنا بنعملها في خلق المساحات من على الاطراف من الكورسات العرضيه من التصويبات من حاجه ثابته ناكد بالجول الثاني اسلام تفرق بشكل كبير جدا، هيبقى صعب على مازيمبي انه يرجع للمباراه، لكن احنا بنخاف حاجه ثابته هم كمان بيجيدوا العاب الهواء وافريقيا بالذات
واحنا لا ولو عندك مساحات برضو خد بالك ومساحات هم عندهم عنصر السرعه برضك افريقيا كلها مشهوره بعنصر السرعه فالنهارده مش عايزين نتحط في واحد ضد واحد واحد ضد واحد هم اسرع تدي مساحه بالظبط او جزء يعني او جزء من المساحه هم اسرع فيها فاحنا مش عايزين في التنظيم الدفاع اللي اتكلم عليه حشيش قال التوازن ده مهم قوي 30% واحنا بندافع لازم بندافع صح ويبقى في يعني قريبين من المهاجمين ويبقى في عمق كمان لبعض اللعيبه على اساس تقدر تغطي لو حصل ثغره لكن الحاجات الثابته بردك مهمه جدا كل 3 ايام بيبقى صعب على مستر كولر ان هو يعالج الجزئيه دي نتمنى في 3 4 ايام الجايين دول ان احنا ناخد بالنا بردك من الحاجات الثابته لان الحاجات الثابته بتمثل علينا عبء بشكل كبير جدا وبيبقى في خوف ليه زي ما اتكلمنا ان الرقابه اللي موجوده داخل ال 18 يا اما زون يا اما مان بتبقى يعني عايمه يا اسلام مش باينه هي ايه او ايه فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبقى 90 دقيقه مركزين بشكل كبير ونطلع بالمباراه لبره الامان مش عايزين نوصل لضربات الترجيح لان بردك من ضمن الحاجات اكيد الاثنين المدربين بيشتغلوا عليها وبيستعدوا ليها او بيعدوها لان ممكن وارد المباراه تروح للتعادل يبقى ضربات الجزاء بردك اللعيبه تبقى بتشتغل عليها من اول ما ترجع في الحصه التدريبيه تبقى انت لازم تكون متوقع لكل حاجه ممكن تحصل في المباراه زي دي. طيب كابتن حشيش الناحيه الدفاعيه شايفها ازاي؟ في ظل المباراه طبعا هي ليست دفاعيه ولكن في المقام الاول ولكن يعني ممكن تيجي عليك كره ولا اتنين تبقى عندك مشكله كبيره. بص انا في رايي العبء الاكبر برغم الماتش عندنا هنا في القاهره هيبقى على الاثنين المساكين لسببين، اول سبب لان المركزين الوحيدين في فرقه النادي الاهلي اللي ما بيتغيروش خالص عشان ما فيش البديل. حمود متولي بعيد، ياسر يعني مصاب بقى له فتره الماتش يعني اول ماتش ليه من فترة كبيره ونزل برضه اضطراري لسبب معين بس كان واقف على رجله ومقدم كويس الحقيقه. اللي انا عايز اقوله لك ان هم اللي بيبتدوا المباريات اللي فاتت كلها طبعا افريقيه ومحليه فاكتر الناس عندهم ما عندكش خيارات ثانيه ما عندكش خالص فاهم حاجه بالنسبه للاثنين دولت هو ان انا يعني العب السهل لان اي لا قدر الله غلطه ما حدش هيقدر يتحملها لان انت طول ما انت 0-0 فانت عندك امكانيه ان انت تسجل وتحرز هدف وهدفين هدف لا قدر الله فرماك بيغير المعطيات خالص وبيدربلك دربك الدنيا وبيعمل مشاكل كبيره كذلك برضو هيبقى برضو في عبء عليهم لان المفترض ان الاطراف عندنا هتبتدي تعمل دورها الكبير الهجومي زي علي معلول ومحمد هاني هيعملوا الدور الهجومي طبعا بشكل مكثف فهتبقى القصه موجوده عشان كده لو مروان جاهز وموجود ديفندر في نص الملعب هيفرق جدا في المباراه دي لان التغطيه هتبقى كبيره قوي من خلال المساحات على الاطراف بتاعتنا علي معلول ومحمد هاني لان انت مش هتقدر تلعب باكتر من كده في نص الملعب انت لازم تلعب بصانع العاب وهو قفشه لان انت محتاج ان انت يبقى عندك واحد يتحكم في الريتم ويمسك كوره وينقل على الاطراف او يعمل سرو باص من العمق يستغل طبعا الضعف شويه اللي موجود في الخط الدفاع بتاع مازيمبي فلازم هيبقى موجود طبعا اي حاجه في الملعب بتبقى موجوده بتاثر على ناحيه تانية يعني انت كابتن ماهر لما بيبقى عندك صانع العاب بيبقى عنده الناحيه الدفاعيه قليله شويه فبالتالي بيبقى هيبقى على الاثنين الموجودين اذا كان هيلعب اثنين ديفندرات او واحد بس فهي عايزه توازن وعايزه يعني استحواذ وعايزه ان انت ما يبقاش في صربعه عندك يعني ما تحاولش ان انت كل مره عايز تخش مثلا ايه بكره لغايه الجول يعني سلاح التصويب ده عايزين نرجع نشوفه تاني لو السوليه لعب بيجيد التصويب من الخارج مروان الفتره الاخيره أفشا. ابتدى شوط قفشه لازم يشوط من بره نستغل كل الاسلحه بتاعتك الكور العاليه لو وسام هيلعب بيلعب دماغه كويس قوي شفناه خلال فترة اللي فاتت وسام ابو علي بيلعب بدماغه كويس قوي فلازم نستغل الكلام ده يعني نغير من الطريقه شويه لو حسين الشحات طبعا جاهز وممكن يلعب ناحيه الشمال بيرستاو ناحيه اليمين وحتى لم يتم الاعلان عن عوده اي من المصابين اللي ما كانوش موجودين انا اتمنى طبعا ان يبقى الدنيا يعني كويسه ويبقى الناس اللي قلت عليها دي زي الشحات وبيرستاو
وسام موجودين، ويلعب نص الملعب مثلا مروان، ويلعب معاه السوليه وقفشه، الديفنس كله معلوش يعني غبار يعني. عندك طبعا حراسه المرمى مصطفى ماشي بخطى ثابته والحمد لله، يعني مش عايزين نقر كلين شيت، وراجل ماشي كويس خلال الفتره اللي فاتت، ده بيديك برضو اطمئنان في حته حراسه المرمى. شفنا مصطفى كمان بيلعب في بعض الاوقات ليبرو بره ال 18 في اكتر من كوره، بيطلع بيلعب برجله كويس قوي، ده اللي احنا محتاجينه، لان احنا مش محتاجين الكره الطويله في المباراه اللي هنا يا كابتن ماهر، لازم بتطلع انت مش متصارب على حاجه، انت بتبني هجمات من تحت وبتقدر تكمل. اعتقد يعني ايه الموضوع، عايز بس تركيز مع الحماس الجماهيري مع طبعا التشجيع وكده، نقدر ان شاء الله باذن الله. بس لازم اللعيبه وهي نازله الملعب تبقى حاطه في دماغها انه الماتش صعب مش سهل، يبقى في تركيز، دي اهم حاجه بيني وبينك يعني. تركيز جامد جدا جدا، الفرقه دي مش اي فرقه انت بتلعبها في اي دور قبل كده، دي فرقه بتبص على الفاينل، خلاص المسافه اتقربت، كل ما بتبعد في المسابقه كل ما الفرق بتبقى اقوى وبتبقى عندها الطموح اعلى وكده يعني. اخيرا كابتن اسلام، احنا خبرتنا اعلى منهم بصراحه يعني، وهتكلم في نقطه مهمه قوي، ان انت عندك الاطراف هاني وعلي معلول عندهم درايه وعقليه باللعيبه اللي بتربط معاهم يعني. وسام لما نزل بدا الناس تفكر في الكورسات العاليه، الكورسات العرضيه العاليه اللي على راس وسام. عايزين نكتر من الحاجات دي يعني. يعني مثلا لما يجي نفضل زي الاستوديو التحليلي كده، لما نبدا نحسب الجمل التكتيكيه والكورسات العرضيه من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، عايزين مثلا نقول ان محمد هاني الشوط الاول، لان هناك كانوا محجمين يعني في تحجيم طبعا، وكان في تعليمات ان احنا ما نزودش عشان هم بيخترقوا من الاطراف وصراع لكن هنا انت نسبتك اعلى بالنسبه للجانب الهجومي، فمهم جدا الكورسات العرضيه تبقى فعلا متقنه. وانا شايف ان وسام ممكن يقدر يستر لنا واحده من الحاجات دي ان شاء الله، لو بدا من بدايه المباراه تفتح لنا الجيم بشكل كبير يعني. اخيرا يا كابتن حشيش وكابتن ماهر، مباراه الترجي والسان داونز اتفرجتوا عليها؟ يعني مين الاقرب ان هو يكسب؟ يعني طبعا المباراه الاولى انتهت 1-0 لصالح الترجي، المباراه الثانيه في بريتوريا في جنوب افريقيا مباراه صعبه الحقيقه للترجي. هي مباراه صعبه، بس انا بقول انها 50-50 برضو. لا احنا شفنا الوداد قبل كده عملها في سان داونز يعني، صحيح. ف جماعه بتوع شمال افريقيا بيجيدوا طبعا، بيعرفوا يدافعوا كويس، استنفاذ الوقت وبيعرفوا يدافعوا كويس، وبيستغلوا كل صغيره وكبيره. وفرقه الترجي طبعا من الفرق الكبيره جدا في القاره وصاحبه بطولات، وعندها دافع كبيره كابتن ماهر ان المكسب مقويها طبعا، وفي نفس الوقت عايزه ترجع بقى للبطولات اللي غايب عنها بقى لها فتره كبيره. نقطه اخيره انا بس عايز اقولها على فريق النادي الاهلي، اتفضل. يعني الحمد لله قلت اول ماتش اللي فات، وهي حته الميس باس في نص الملعب كان دي كان افضل كتير، وعلى فكره ده اللي بكتير يعني الحقيقه كان افضل بكتير، لان الميس باس ده بيبقى نقطه تحول في المباريات، وبيحسس الفرقه الثانيه انها بتعمل ضغط عليك، وان هم افضل، وان احنا فاقدين الثقه، واحنا فاقدين الثقه. بيعلي الفرقه الثانيه عليك لما بياخد الكره الثانيه او الميس باس. وبرضه ممكن لا قدر الله، انت عارف لما تلعب كره في نص الملعب ميس باص، ممكن واحده باصه بتاعته تروح، فهي لازم التامين في الحته دي يعني، بالذات اللي بيباصي في نص الملعب بالتحديد لازم تبقى في الرجل طبعا. في التلت الهجومي ما تبقاش في الرجل يعني، معظمها بتبقى فيها ريسك شويه، لانك بتلعبها في مساحه مثلا واحد رايح على الجول، فالنقطه دي هي نقطه مهمه جدا جدا. كذلك برضه الكور الثابته بالنسبه للمدافعين، والتغطيه العكسيه من ناحيه هاني ومن ناحيه معلول، وبالذات معلول التغطيه العكسيه مهمه جدا 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 خلال الفتره اللي جايه دي، لان انا زي ما قلنا اكتر من مره، مش شرط ان انا طالع المهاجم، ممكن انا والمهاجم ما ناخدهاش تعدي مننا، فلازم التغطيه العكسيه دي، انت لازم بقى تاخد الكره الثانيه في 18، دي ما فيهاش هزار، صحيح. اذا كنت بنتكلم عليها في نص الملعب ففي ال 18 ما فيهاش هزار. الحاجتين دول برضو مهمين في الجوانب الدفاعيه. الجوانب الهجوميه طبعا مستر كولر بقى اكتر يعني هو اللي هيتصرف فيها، باستغلال طبعا الكور الثابته، وزي ما قلنا اكتر من واحد بيعرف يجيد موضوع التصويب. الكورسات موجود دلوقتي يا جماعه، راس حربه بيلعب بدماغه كويس، وراجل طويل وبيلعب بدماغه كويس. شايفه كمان في حته اسلام الكور الطويله اللي من حارس المرمى بتتلعب لوسام، ممكن بيقدر يطلع مع المساك ويزحلق، ممكن تبقى جمله، ما هي دي جمله جمله بتتعمل مهمه جدا جدا، لان دي بتاخد
سرعه اللعيب اللي جاي من الاطراف ممكن يلاقي نفسه هو وجون يعني. عايز الجناحين بس اسلام يبقوا راسين حربه يعني هو طالع بيروح هنا يحولها هنا او هنا يحولها يبقى احنا جناحين يبقوا راسين هم اللي داخلين على جون. انا عايز اقول لك اسلام ان في فرق ما عندهاش الا دي. طيب تعتمد. خليني اقول لك ان كابتن طارق العشري في حرس الحدود عندما فاز حرس الحدود ببطوله كاس مصر بهذه اللعبه بالظبط لا يعني مش قصدي بس لا يعني ولكن الاساسيه عندي دي اللعبه الاساسيه اللي كان بيركز عليها بشكل كبير. تلعب لاحمد عبد الغني او عبد الحميد بسيوني يعني شوف الاطوال وينزل لاحمد عيد او لعب سلام نجاح لان لو واحد المساكين طالع وراه بس مساك واحد المساك بيبقى فكنت بيجيب يعني حرس الحدود كان بيجيب من اجوان منها كتيره جدا طبعا وبتبقى كمان اسلام انت بتبعد الهجمه من عندك لنص ملعب الخصم بالظبط كده والراجل بتاعك بيبقى لما الكره بتتزحلق بيبقى رايح بوشه على الجون الجون او على واحد على واحد يعني حقيقي. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لنادي الاهلي في المباراه القادمه وزي ما الكل بيتفق زي ما حضراتكم سامعين والله ما حد ما يعني ولكن زي ما حضراتكم سامعين كده الكل بيتفق على انها مباراه ليست سهله ولكن هناك فروق فنيه لصالح النادي الاهلي ايوه ولكن هي مباراه ليست سهله ونقول كمان صعوبتها في حاجه معلش يا اسلام اتفضل زي ما انت قلت هناك الاجواء على فكره الاجواء هنا بالنسبه لمازيمبي احسن ضغط جماهيري ملعب كويس قوي انت كانك انت حاططهم في اكسجين كمان يعني هو بيلعب في نقص اكسجين لما تديله اكسجين لازم هتبقى اتنين هيجروا اكتر بالظبط. نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر شرفت ونورت. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش شرفت ونورت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ عصام شلتوت الاستاذ محمد ابو علي في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الكبار الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذنا؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ وحشنا جدا كابتن اسلام. بقى لي فتره ما شفتكش. ربنا يخليك وحشني والله. انت اخبار حضرتك ايه؟ والجلسه الجميله والنقاش اللي ان شاء الله على قد طموحنا للنادي الاهلي وطموح كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ايضا الاستاذ محمد ابو علي. ازيك ابو علي حبيبي كابتن؟ اخبارك ايه؟ زي الفل والله الحمد لله. الحمد لله. هبدا مع حضراتكم وابدا باستاذنا الاستاذ عصام شلتوت. سيطره وهيمنه للنادي الاهلي في العاب الصالات يا استاذ عصام ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا. السبت الماضي تحديدا كان تاريخي الحقيقه على مستوى يوم عالمي يا كابتن الحقيقه يعني يوم عالمي لانه قلما تجد نادي يلعب في بطولات قارية في أربع لعبات في نفس الوقت ومن حسن الطالع أنه ما شاء الله هي مش قلمة رئيسية ما حصلتش يعني خلال مرة قلمة ربما ما شاء الله طبعا ما حصلتش قبل كده بيوت ربع علي كنت يعني قعدت أدور بيوت ربع علي اشتغل لا أنا قعدت أدور وفعلا بس قلت إيه يمكن تبقى حاجة جاية كده حاجة جاية يعني كده هو ليه حق ليه لأنه حتى منافسنا الريال والبارسا والناس دي عنده هو عنده لعبتين أو يعني عمره ما هيبقى عنده أربعة يعني وبالتالي يا كابتن من حسن الطالع كمان إنها تأتي نتائج إيجابية كلها فوز الكل يعني فوز وتعادل بطعم الفوز يا كابتن في كرة القدم أمام هذا المازيمبي الرهيب هنتكلم في النقطة دي تحديدا وبالتالي أعتقد إنه ده اللي يخلي جمهور الأهلي يعي جيدا حجم الزعل والاكتئاب الذي يصيب الأغلب الأعم من التانيين لأنه في الآخر لازم يبحثوا عن وسيلة لإطفاء أي شيء بعيدا عن فكرة إنك ترجع ليه قوائم الفوز والترتيب مش في لعبة ولا اثنان ولا ثلاثة بل في أربع لعبات ما شاء الله شعبية احنا بقى ما اتكلمناش انه على مدار الموسم هتلاقي تنس الطاولة وهتلاقي كل المجتهدين السباحة والغطس ما شاء الله تبارك الله وبعد كل ده يبقى الأهلي فين ومش الأهلي فين أسئلة يعني لا يمكنك أبدا انك تمنطقها خالص يعني انما هو ده النادي الاهلي يا جماعه السبت التاريخي يا ابو علي بص يا كابتن اكتر ما يعني ما يسعد الواحد في الموضوع ده مش موضوع الفوز او موضوع ان انت عندك فرق بقت ممتعه يعني لما تشوف اوجوستي بوش مثلا مع فرقه الباسكت والانجازات اللي بيعملها الراجل ده من ساعه ما تولى المسؤوليه بالتدعيمات اللي بيجيبها بشكل المحترفين بتوعنا حتى في بطوله البال
لما تشوف ديفيد ديفيز وازاي قدر يعمل فريق جديد في فرقه الهاندبول ويبني فريق معدل الاعمار السنيه كلها ومن عصام غير محترفين. ده انا مصمم هو على هو هذه هو الراجل اتطلب منه اتقال له لو محتاج محترف ووفروا له صفات كتيره كعادة اداره النادي لو عايز احنا اللعيبه. عارف يا استاذ عصام اللعيبه نفسها اتكلمت ان ديفيد ديفيز دايما بيعمل شغل خاص كده محتاج عشان تنسجم معاه فترة من الوقت عشان تفهم استراتيجية الراجل ده. فلو كان جاب لعيب محترف احنا عملناها كتير في بطولات سوبر وكان اللعيب المحترف للأسف حتى علي زين لما جه معانا السوبر ما ظهرش بالشكل وللأسف علي يمكن اتصاب حتى الفترة اللي لعب فيها. فدايما اللعيب المحترف محتاج ياخد فترة عشان ينسى اي لعيب بيخش على منظومة جديدة. فالراجل كان يعني سابق الكل وقال له مصطفى عصام انا مش محتاج محترف انا عندي فرقة كويسة واحد من افضل المديرين الفنيين في العالم اللي بيعرف يصنع فريق او جيل جديد. هو بالفعل مصنف. فالراجل ما شاء الله بنى للنادي الاهلي يعني منظومه في كره اليد هايله جدا. عندنا فريق معدل اعمار السنيه بتاعه كويس حتى منذ فرقه الطايره السنه اللي فاتت واللي قبلها بتخسر دوري خلي كاس. بالك بقى وانت ما شاء الله من هذا الجيل المؤرخ يعني في الوقت الحديث. كره اليد كانت قبل التجديد كمان هي لعبه الاهلي من أيام ياسر يعني كابتن جمال شمس وجمال شمس وأشرف عواض لا لا عشان ما حدش بس يفكر إنها حاجة استجدت على النادي الأهلي بالعكس. لا لا على الإدارة بس لما جت أنعاش التاني واخد مركز تاني هنا في كأس العالم قدام ريال سوسيداد في 2007 لو حصل تكتر. طبعا فواخدين دلوقتي الثلاثة سوبر ورا بعض من الزمالك وقبلها كان في سوبر كده أربعة سوبر أفريقي غير البطولات اللي خدتها. فاللي عايز أتكلم فيها كابتن إسلام إن أنت لما بتشتغل على الفرق دي وبتجيب مديرين فنيين او المدرسه الاسبانيه اثبتت نجاح كمان استاذ عصام في رائعين في الالعاب العالم لكن صحيح. انت شوف التطور كمان على مستوى السيدات في الكره الطايره شوف التطور اللي بيحصل لسله النادي الاهلي على مستوى السيدات بخلاف كمان الرجال. فهنا انا عايز اشيد بالكابتن خالد العوضي عايز اشيد بالشغل بتاعه والمجهود اللي بيعمله عايز اشيد بالمجلس الاداره طبعا واهتمامهم بالالعاب الاخرى لان الموضوع جزء لا يتجزأ من كره القدم. انا واحد من الناس من جميع النادي الاهلي طول عمري حتى الووتر بول لو بيلعب ماتش ببقى مهتم بيه موجود بنلعب تنس طاوله ببقى مهتم وعايز اعرف الاهلي عمل ايه ولعيبه الاهلي في المنتخب عملت ايه. ففي زي كده ملايين القصه مش تصرف على كرة القدم وده اللي عامله مجلس إدارة النادي الأهلي. الموضوع صعب ان انت تصرف على الألعاب دي كلها وتجيب محترفين ومدربين أجانب لكن انت وده اللي سعادة أنا بقوله ده على فكرة سعادة جماهير النادي الأهلي يعني ملهاش تمن أو مهما تصرف أو تحس ان في حمل لكن الناس كلها في حالة سعادة. 16 بطولة بتحققهم السنة دي في كل الألعاب المنافس بتاعك ممكن ما يتطرقش القصة دي ما حققش منهم ولا لقب فده لم دل بيدل ان المنظومة كلها يكون عندك مجلس إدارة كمان لا يتدخل الا ما هو ده السؤال اللي جاي يا استاذ الا بوضع القطع جنب بعضها حقيقة. وترك المساحه ما هو انا دلوقتي لما اجي اكلمك مثلا اقول لك خالد العوضي كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي يعني كابتن خالد عامل بقى له سنتين السنه اللي فاتت والسنه دي كابتن خالد عامل طفره كبيره جدا. لما اجي اسال حضرتك هو ليه خالد العوضي عامل هذه الطفره كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي عامل الطفره دي ليه اول رد هيبقى ايه لانه مجلس الاداره يحسن الاختيار النادي الاهلي المعاصر واقف في ظهر برضه مدير النشاط الرياضي ما كان اسمه بقى انا جاي لحضرتك بقى النادي الاهلي بقى المعاصر من اول كابتن صالح سليم رحمه الله والحمد لله ان التواصل كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه كابتن خطيب هي منظومه أي ما على المؤسسية اللي بتضايق أي حد وبالتالي مجلسك في دارك ما بيعملش غير اختيار القطعة الصح صحيح. والناس كانت متصورة أن كابتن خالد العوضي قد يأتي لينصف كرة اليد لا هو بينصف لا ده اتقال انه جاي مجاملة مش بس كده لا يعني بص في البداية حتى لو على مستوى العمل يعني انتخابات ومش أيوة والراجل بتاع اليد هيبقى يد اقصى وحاجات كده ويمكن حد يملي عليه لا النادي الاهلي في دي ولا في دي والاهم الأهلي يدخل المساحة الجديدة أن من ضمن الصناعة أن الرعاة سيأتوا على خلفية النتائج القارية والمشاركات العالمية في الألعاب الأخرى صحيح الكرة هي التورتة لكن من لا هدي بقى اللي ليك حق لو قلت لك قلما ده ما فيش أصلا حد عملها قبل كده في تاريخنا في الألعاب الأخرى أن يأتي رعاة مع كرة القدم الحمراء عشان طب الحمد لله لان انا ما قلت الكلام ده بتلعب كاس عالم انديه كره قدم بتلعب كاس عالم انديه هاند بول انا قلت ما اتكلمت في هذا الامر امبارح وقلت يا جماعه احنا في كره القدم الناس مشكله كره القدم ان الناس كل الرعاه يعني طبعا وكل واحد له الحق فيما يريد ان هو بينظر دائما الى
الى كره القدم زي كل العالم زي كل العالم. فانت عندك الطايره والسله واليد. يعني النادي الاهلي في وقت من الاوقات كان هناك مطالبات من البعض يعني ان انت ايه نغلق العاب اقفل العاب. قال لك لا انا اهم حاجه بالنسبه لي جمهوري وزي ما ابو علي قال ودوره الوطني والدور الوطني الاجتماعي اللي موجود بالظبط كده. انا لازم اصدر للمنتخبات لكن اصدر للمنتخبات منتج وفقط وانا بعمل بيه ما يسمى ميزانيات الجمعيه العموميه والجمهور صاحب الحقيقي للنادي. فانا هاخد ده اهدره فقط على انتاج لاعبين مع ان دي حاجه كبيره قوي. لا ده انا كمان دخلتهم حيز ان الرعاه الان ياتوا وجزء من رعايته ابو علي انه ياخد الالعاب الاخرى لان منتجه سيذهب قاريا وعالميا يا جماعه. عشان كده انا مش بقول منافسينا الريال وبارسا يعني تحديدا بره الكوره كمان عشان كده هم كمان لديهم رعايات في اللعبتين اللي بيلعبوهم. فاحنا في السله او في الهاندبول وصلنا الى كاس عالم الباسكت نفس كلام سافت كسبت البال وصلت كاس عالم فرقه الفولي نفس كلام فرقه القدم. فانت النجاح انا فاكر يا كابتن اسلام كنت قاعد هنا في المكان ده من اول ما الاهلي تعاقد مع ديفيد ديفيز وقلت لحضرتك الكلام ده. قلت لك الاهلي لما تعاقد مع ديفيد ديفيز ما كانش التعاقد هباء الراجل ده. وقلت لحضرتك ساعتها انا متذكر من افضل المديرين الفنيين اللي الاهلي لما استقص لا وبيقدر يبني اجيال يا كابتن اسلام استثمار المواهب حتى اللعيبه الكبيره كانت موجوده. قال لي يعني مش هينفع ببني جيل وعندي كابتن فرقه مثلا عنده كام سنه وعندي فالراجل شغال بسيستم واسلوب معين. فانا عايز طبعا اشكر الكابتن خالد عوض. الكابتن خالد عوض نجح عشان هو موجود على الارض مع الناس. نجح عشان هو عارف مطالب الفرق كلها هي. شغال يمكن في ال 24 ساعه حوالي 16 17 ساعه ما بيسيبش حاجه للظروف. فده يعني يحسب لمجلس اداره الاختيار من افضل القرارات أيوة. اللي اتخذت اختيار المجلس ليه؟ لانه وانت بتختار عندك النموذج لمن لا يعرف. خلي بالك يا استاذ عصام في هذا الامر عندما تختار انا ممكن اختار استاذ عصام شلتوت او اختار محمد ابو علي ولكن الاختيار يجب ان بعد الاختيار على طول لازم ابقى في ظهرك طبعا. ما هو لازم اقف وراك. ما ده اللي لسه كنت عايز اكمله بس يا استاذ عصام لا انا عشان ما انساهاش اللي هي فكره وانت اخترت لمن لا يعرف خالد العوضي لم يكن خارج النادي حتى وهو اهلاوي ثم الكل نتاج انه كان عنده دور قبل الدور بتاع المدير النشاط الرياضي. ده انا جبت كمان خريج المدرسه جبت خالد العوضي وشفت الخطه او البلان اللي حاطه او الاحتياجات بتاعت الفرق وابتديت انفذ له الكلام ده كله ما دخلتش عليه باي حاجه بالظبط. أيوة. وابتديت اشوف كل جهاز فني حتى لما فرقه الباسكت وقعت شويه الاجتماع اللي حصل بين كابتن خطيب وجوستي بوش لو حضرتك تفتكر يا كابتن وعدل المسار بالظبط. الفرقه كان الكيرف ابتدى يقع وخسرنا من الاتحاد السوبر وكانت الدنيا يعني ماشيه مش احسن حاجه. بعديها الدنيا اتغيرت للاحسن. ف ان انت تقف في ظهر الفرق بتاعتك أيوة. النشاط الرياضي ان انت تشتغل على مستوى الالعاب كلها بما فيها كره القدم ده انا يعتبر نجاح كبيره جدا طبعا جدا طبعا. جدا ولكن في الظروف اللي انت فيها دي يعني امر اعجازي. ولكن انت دايما والله في كانت هناك مطالبات يعني طب نقلل طب نعمل يقول لك لا 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 جمهور الجمهور كابتن اسلام انت تخيل الاهلي مغلوب الاهلي مغلوب من الزمالك في كره القدم تاني يوم عنده الزمالك فولي بول سوبر الافريقي المؤهل لكاس العالم اليد الهاند بول قلت بولي انا عشان ماتش بكره النهائي دماغي شغاله تعدله بقى لا لا ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والناس يا ريت تبقى موجوده بكره واللي يعني ندعو الجميع للتواجد في صاله النادي الاهلي وزي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر الفان اي دي يا كابتن اسلام والدعوات ان شاء الله الاهلي موفر دعوات على الباب الرئيسي على البوابه الرئيسيه لمشاهده حضرتك هتروح تتفرج على مباشرة على مباراة النادي الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية لكرة الطائرة هتتمتعوا والله. ولو يعني مش رايح عندنا في القناة زعين الفاينل إن شاء الله لا ممكن تمسك برضو التليفون تتفرج على القناة وانت عايز كمان الجمهور في الملعب فكنت تقصد يا اسلام كنت تقصد الملاعب المقفولة دي الصالة دي متعة اللي متعود على الصلاة وحضور في الصلاة رحت كم مرة الصلاة كده لا متعة مختلفة شيء رائع يعني شيء رائع. فتخيل يا كابتن اسلام كنت اتغلبت في ماتش الهاند بول ده وانت مغلوب قبليها ب 24 ساعة في كرة القدم وده كان عامل ازاي لو انت ما عندكش المدرب مش بالقطعه في النادي الاهلي برضه بالظبط لا انا قصدي
لو انت ما عندكش السكواد ده وما عندكش المدرب القوي ده كان الموضوع اختلف. يعني زي بيقولوا كده ماتشين ورا بعض المنافس التقليدي او القطب الثاني، فكانت الموضوع يبقى صعب. فكون انت تكسب السوبر ده عارف هدى والسوبر اللي يوديك فين؟ كاس عالم. انا بقول لك بطوله يعني انا بشوف ان البطوله دي هي بطوله كاس العالم، دي السوبر جلوب دي اهم من كل البطولات دي اللي طبعا طبعا، لانه هي اللي بتوصلك للمونديال. ما فيهاش هزار. كابتن خطيب لما قال مش زعلان منهم زعلان عليهم، هي لا تنطبق فقط على كرة القدم. حين ذهبت يعني البنات الكل قال فلتأخذوا من لا يريد البقاء، لكن ما حدش هياخد لا فكر النادي الأهلي صحيح، ولا مؤسسات النادي الأهلي هذه ولا هذه الروح يعني. صحيح. بس النادي ده غريب يعني، مش عشان انا اهلاوي او ان انا راجل بشجع الأهلي من صغري، بس هو النادي ده في حاجة غريبة بالأرقام. لا يعني بص، يحصل لعيبة بأسماء وبحجم لعيبة والناس تتوقع هزة وتتوقع انهيار، ما يحققوش حتى دورة ودية، وسبحان الله النادي ده يكمل. دليل ان الأهلي ما بيوقفش على حد وياخد كمية بطولات وياخد. نفس الكلام حصل في الفولي، لأن كل عناوينك. لا أنا بتكلم بجد والله كابتن، كل عناوينك أبو علي حقيقية. أيوة. يعني لما بتقول بمن حضر هو فعلا بمن حضر، لما بتقول الأهلي لا يقف على أحد يبقى يعني لا يقف على أحد. شوف مثلا دولا راح فرقة الزمالك رجال، اول سنه بيروح بيخسر دوري وكاس وسوبر مثلا، البنات بيروحوا في الاهلي بيرجع بياخد كذا وكذا وكذا، ما بقفش على سبحان الله. يعني احنا انت يعني جمهور الاهلي لا مختلف ليه ان هو يفتخر باهلاويته. طيب هنروح للكره يا استاذ عصام، وهنا هسالك فنيات وكل الكلام ده، ولكن هل وصل بنا الحال في هذه القاره الافريقيه ان نرى مباراه، انا ثلاث ارباع الماتش ويعني اعتقد ان كل جمهور النادي الاهلي معايا في هذا الامر، ثلاث ارباع المباراه انا مش عارف اشوف، مش عارف اتفرج ازاي واحد واقف تقريبا بكاميرا فيلم الفرح. هو قيل انه هو قيل عمال عارف هو قيل انه في كاميرا اسمها ايه دي هاند كامب دي اللي هي اول كاميرات اتعملت في اعياد الميلاد والحاجات دي، ثلاث كاميرات كانوا بيصوروا الماتش. لا دول مش ثلاثه، لا دول مش ثلاثه، كاميرتين اثنين يا كابتن. فاكر في الكاميرات اول ما طلعت حكايه بيصور فيديو في مناسبة كاميرتين، واحد يقطع والتاني واقف. الكرة القريبة اللي ناحيتنا أيوة تشوفها، الكرة البعيدة هو السؤال يا كابتن اسلام. انا بقول لحضرتك اللي هو اللي كانوا بيجوا والله انت اصل انت اكيد عشتها زي اللي هو واحد واقف على سلم فيقول له خد انت دي والتاني واقف هنا وقاطع هنا، وبعدين القطعه بتبقى على الرجلين. السؤال يا كابتن اسلام غريبه جدا. انا دلوقتي حصل حاله جدليه احتجت ان انا اروح للفار. انت تهزر؟ هرجع لايه؟ انت بتهزر؟ يعني انا ما بيجيبليش الكور اللي في منطقه انت رايح لفين؟ مش شايف. بقول لك ما انا عارف، هو بيقول لك ايه في تقنيه فار، انت متخيل يقول زي ما انت عايز. ما انا لا بجد والله انت تقول على راي الكابتن اسلام. انا دلوقتي الحكم حصل حاله جدليه عايز اروح، ده انا اصلا ما بشوفش الكوره، ما فيش حاجه مصوراها. هو ده النظام. من حسن الاداره ان النادي الاهلي ايوه يعرف جيدا كيف يسير الامور، مش يرتب الامور ولا يفكر في فكره، لا اللي هو بالحد والمصلحة. حين علم كابتن خطيب ومجلس الإدارة أن الكاف يجتمع فين؟ في الشقيقة المغرب. السلوجان إيه؟ سيبك إن الاجتماع في أيام الماتشات، الأهلي أفاد باقي الأندية، فيؤكد لهم أن العنوان الرئيسي هو النظر في بطولات الكاف لحسن تسويقها وحسن الإعداد لأنها تدر أرباح. فتأتي الشكوى بمنظور يعني انتوا بتتكلموا عن التطوير واحنا في الحالة دي، يعني انت بطل القارة وحامل اللقب هل يمكن ان يكون موجود؟ من اين لكم برعاية؟ ما معناه يعني؟ وبالتالي تصحى كل الانظار. ويمكن كمان سافرنا الدكتور محمد شوقي لما بدأ الاجتماع عرفنا ان المراقب اول حاجة قال ليه بتشتكوا يا اخواننا ما احنا هنا، قال له لا فيش حد هنا خالص. وبالتالي الحكم انتبه جيدا ان الراجل جوميز برضو ما علمته انه حصل اتصالات حتى من رئيس لجنة الحكام وكذا انه الكاف خلال الاجتماعات جوميز رئيس لجنة الحكام يعني اللي هو الجنوب افريقي الراجل الملياردير العادل انا مسميه كده، نظروا انه هيشوفوا هيتفرجوا على كل المباريات، فاتى الاهلي للكل بانه الحكام يبقوا رائعين بصراحة بنسبة 90%. خد بقى يا كابتن اسامه اقول لك المجلس عمل فيها ايه حياتي، هقول لك اشوف حكم بهذه العداله في هذا الملعب. طب ما خدتش بالك بقى في هذا الملعب؟ خدتش بالك بقى لما كان بيحسب حاجات وبتاع مازن بسول يعمل له كده وانا هعمل ايه بيتفرجوا هو الراجل ده بامانه هو كان حكم كده بيتفرجوا
هو كان حكم مباراه الاهلي وكايزر تشيفز كمان يا كابتن لو تفتكر، اللي خدنا فيها البطوله العشرة اللي هي كسبنا 3-0 وطرد لعيب من كايزر تشيف لو تفتكر في النهائي. هو حكم فير جدا وحكم محترم جدا، بس كان التخوف كان التخوف يمكن حصل تواصل مع بعض المسؤولين في الاهلي وبلغتهم ان الفرقه دي بتتعمد تعطل الفار في الماتشات الثقيله او الماتشات المهمه. الاهلي ابتدى يتحرك سريعا وابتدى يحصل تواصلات واتصالات. في معلومه ان الفار كان بيقطع بالمناسبه، هم على طول كل في الماتش نفسه بكل هذه الاحتياطات. انا لو مكانهم الكابتن قال صح هتعب. انت ده حصل ايه يا كابتن اسلام؟ زي ما انت عايز روح الفار واتفضل. الاهلي تواصل مع الناس وقال لهم يا جماعه بعد اذنكم عشان نضمن ان الفار ما يفصلش، والكلام اللي بيحصل في كل الماتشات الثقيله وتكرر كتير في ماتشات مهمه يحصل تشيك على الفار. وحصل تجربه فعلا لمده ساعه ونص اللي هي مده المباراه او ساعتين، شافوا الفار فيها شغال ما حصلش مشكله وحذروا من ان الامر لو كان شغال حلو جدا. قطع في الماتش كذا مره يا كابتن. لا لا هو اصلا ما ينفعش في الماتش كذا مره، بس انت اساسا ما ينفعش تجيب الكوره المخرج ما بيجيبش منطقه الجزاء. هو احنا لو بتتفرج في الشاشه الكبيره اللي عندنا دي مش هتشوف الجزء اللي هناك برضه. ايوه حفيظنا يعني الراجل انت مش هتشوف يعني الجزء. قال لك يا جماعه زميلنا الرائع ده اهلي يا اخوانا، انا مش عارف، انا اقول لكم المصريين يعني مش عارف حتى يميز لاعب من لاعب. ايوه لانه انت هو ده الفار. طب شغل مش شغلت الفار؟ انتوا عايزين الفار؟ هات الفار، هات لي بقى لقطه. طب هات لي بقى لقطه مثلا مش عارف مين هو بيقطع من هناك. صدروا بقى دور صدروا للميديا اداره النادي يعني صدروا للميديا ان المخرج الرئيسي زوجته كانت في حاله ولاده يعني. فطر ده ميدو اللي كتب كده. مش ممكن يعني مش ممكن بيهزر. ده بيهزر اكيد، ما يعني في حاجه اسمها كده. بعدين هو ما فيش غيره، هو المصور الوحيد اللي في اسمها ايه اللي احنا فيها دي كونغو. يعني اعتقد بعيد عن الكلام ده كله بامانه يعني الماتش يوم الجمعه صعب جدا جدا جدا، لان انا شايف الناس بتتكلم في صعود وفاينل وهلاع الترجي وصن داونز. مين اللي هيلعب في النهائي؟ يعني اتمنى الناس يعني تاخد بالها، لان جماعه لسه بدري. انا اتفرجت كمان يا كابتن اسلام على ماتش بيترو اتلتيكو مع مازيمبي، الماتشين اللي في لوبومباتشي واللي في انجولا. مازيمبي كان يعني كان كويس في في في, في الماتش اللي في كونغو، لكن في ماتش انجولا بعد ما تلقى الهدف وفريق بيترو اتلتيكو معاه مدير فني برتغالي محترم جدا لاعب فرقه مازيمبي بشكل يعني، وهو راجل قوي بقاله فتره بيخش فيهم اهداف، عمل ماتش بعد ما دخل فيه الجون صعب جدا على اي فرقه. ضغطوا بكل يعني ما تحمله كلمه ضغط من معانا كابتن. ما انا اقول لك بقى، اصل انت بتلعب في الملعب ده، لما تلاقي بقى ملعب استاد القاهره وبتاع اللعيبه هتنطلق اكتر. ده كمان سجلوا هدف ومن خطا للحارس طلع يكمل عشان خاطر يلعب يكمل معاهم في اخر دقيقه وبتاع، قطع كوره وسجلوا هدف تاني، لكن الراجل كان مريح لعيبه اساسيه عنده ونزلهم بعد ما دخل فيه جون. الفرقه دي هجوميا وعلى الاطراف فرقه محترمه جدا، عندها لعيبه يعني بتعمل ازعاج لاي حد عن طريق كروسات، لكن النقطه يعني هو اكيد مارسيل كولر يقول لك مازيمبي ده فريق هوا وبتاع. مين اللي بيقول؟ اللي بيقول كده يعني حد بيقول كده؟ والله لا، انا بس لازم نوجه الناس. يا استاذ عصام يا استاذ محمد، كل يوم بقول نفس الكلمه، يا جماعه هذه المباراه او هذه النتيجه هي نتيجه خادعه، وصدقوني مباراه صعبه. اسوأ النتائج، أسوأ نتيجة في التاريخ. 0-0 دي مش عارف تدافع ولا تهاجم، مش هتعمل ايه هنا. انت مطالب تتعامل مع المباراة زي مباراة سيمبا كده. انت يمكن سيمبا كنت فايز هناك بهدف كوكا، لكن هنا انت 0-0 دي لا قدر الله لو شباك النادي الاهلي تلقت هدف. تصور تاني انه لعيبه الاهلي والراجل كولر والجهاز والكابتن سامي قدها يا جماعه قدود. لا طبعا مش يعني تصورنا كلنا. لا يمكن ان شاء الله يكون الافكار اللي احنا قلقانين منها تتصرف. خلي بال حضرتك انا بوصل هذه الامور، انا عارف. لا على الجانب الاخر انا بعمل ايه؟ ده انا معاك فيها. لا صح، ولكن على الجانب الاخر انا بقول ايه؟ انا وجهه نظري الفنيه بقى، لما تيجي تسالني حضرتك تقعد هنا وتسالني ايه رايك يا اسلام في الماتش، اقول لك لا، في فارق فني ما بين النادي الاهلي ونادي مازيمبي. فني ده يعني ايه؟ فني يعني كوره في الملعب. ولكن انا هنا بتكلم على اجواء مباراه سواء في الكونغو او في القاهره. من الممكن جدا ان يكون هناك تاثير سلبي على بعض اللاعبين من ضغط الجماهير. 50,000 متفرج، 60,000 متفرج هيبقوا موجودين، وبالتالي انت حاسبها وانت راجل نجم ولعبتها قبل كده ولعبت النهائي. ايوه ما انا قصدي كده، قبل النهائي انت حاسبها كمان من جوه الملعب. الله ينور عليك. عشان كده، لكن لما تيجي تحسبها فنيا زي ما انا يعني وجهه نظري. بص احنا كده ما اتكلمناش فنيا، انا بتكلم في ايه؟ تاثير التعامل او السوشيال ميديا او الناس لما تتكلم على ماتش. لا ده حقيقي، بيوصل احساس للعيبه او الناس اللي هتشارك في المباراه، يا عم ده ماتش سهل. لا 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 يا عم ده احنا ضامنين، يا عم ده لا احنا عايزين نحذر من دلوقتي يا كابتن اسلام ونتكلم في ايه؟ ان الماتش صعب جدا،
الماتش لسه فيه سيناريوهات كتيره، لازم عشان نكسب الماتش ده ننزل من اول دقيقه عاملين حسابنا ان احنا عايزين نسجل اهداف، وفي نفس الوقت لا تتلقى شباكنا اهداف، لان اي هدف يا كابتن اسلام لا قدر الله هنا يصدر لنا مشكله كبيره جدا، يخليك بتلعب طول الماتش بتنهج ان انت عايز تجيب جون وتجيب جون تاني عشان تكسب لا قدر الله. لا وهم عندهم سرعات وعندهم لعيبه على الاطراف عندك كويسه جدا، ما عندوش حاجه يخسرها بقى، خلي بالك عندك ظروف 7. واعتقد ان في 2007 كان معانا الشناوي لسه ولد صغير يعني حارس مرمى صغير، مش فاكر ولا لا، بس كان اعتقد كان معانا محمد الشناوي في 2007، كانت النتيجه هناك 0-0 مع النجم الساحلي، وجينا هنا يعني بعد الشر يعني عن 2007 في 2007 لا كان امير والحضري امير باين، لا انا كان معانا محمد الشناوي بيطلع يتمرن لسه بقى انت عايز حاجه بتصعد صعد كان صغير بيطلع يتمرن. بس كابتن انا عندي مش فاكر اول عندي معلومه، لكن انا اقصد ان هو ان الراجل والكابتن سامي والكابتن خالد بيبو بعد الماتش هنوا على الرجوله، لكن قالوا ان هناك شوط تاني طبعا مش ماتش تاني على فكرة شوط تاني، الناس كلها تفكر فيما هو لا اقصد باصرار يعني مع اللاعبين يعني ارهاق شديد برضو للنادي الاهلي يعني تتكلم مع اللعيبه بعد الماتش او تتكلم مع اي حد مجهود بدني شاق بسبب الرطوبه ودرجه الحراره، النجيل الصناعي ده كابتن انت تعرف انت لعبت عليه في الجزائر ولعبت عليه ده اول نسخه وضعت للناس اللي هو برابر يعني في في ترتان مش ده في ترتان احدث بكتير والله صحيح صحيح فالموضوع مرهق قبليها ماتش الزمالك على طول قبليها. وانا نفسي اعرف يا كابتن اسلام يعني السؤال للقائمين على كره القدم المصريه، ايه السر مثلا رايح العب صن داونز فالعب قبليه بيراميدز؟ ايه السر راح العب سيمي فاينال افريقيا مثلا بغض النظر كان لسه ما تحددش مين اللي يصعد فالعب قبليه زمالك؟ لا بس دي بقى دي خلي بالك دي يا كابتن لا مش خلي بالك انا دلوقتي عارف ان النادي ده انها مؤجلات هو ليه حق انا النادي ده عارف ان النادي بيمثل مصر يعني الاهلي دلوقتي ما بيلعبش باسم الاهلي بس ده بيمثل مصر، بيتقال النادي الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي المصري ثالث العالم، فما اجي اوفر للنادي اقل حاجه عشان بس يعني ما احطلوش ماتش تقيل يعني من الاسباب طبعاً. طبعا من الاسباب اللي خلت الراجل برضو بدا مباراه الزمالك بالشكل ده انه بيفكر في ماتش مازيمبي وخايف يعني ما رضيش يجازف بلعيبه عشان خاطر ماتش مازيمبي، ما رضيش يبدا بلعيبه معينه عشان يغطي او يخبي امور ما على المدير الفني السنغالي بتاع مازيمبي، فهو شاغل نفسه بالماتش. تخيل انا لو عندي ماتش مش بحجم الزمالك ايه السر؟ يعني نفسي اعرف الناس القائمين على الكره المصريه لراجل مسابقات النادي الاهلي يا جماعه ده نادي مصري لما بيفرح بيفرح ملايين من الشعب المصري. عايز يجيب الزمالك ما هو سر غريب انا ليه احط الزمالك يعني الزمالك ده اصلا المفروض من الدور الاول العبه قبل يناير اتاجل وبقى بعد يناير، فالزمالك جاب صفقاته بتاع ماشي مشيناه، لكن ما تحطوليش قبل سيمي فاينال، ما انت برضو بتعجزني يعني انت المفروض تساعدني تديني راحه قبليها زي ما عملوا مع الترجي زي ما عملوا ما تحطليش كمان ماتش صعب يعني ما هم وانت عارف وانا عارف ان هم بيحاولوا دايما يستفيدوا من فكرة أن الأهلي يريد أن تسير سفينة الكرة، فلا بيقف بقى عند دي ولا عند دي. بس أنا متأكد أن بس أنا دلوقتي لا بص خليني هبقى مباشر في مثل هذه الأمور، أنا متأكد أن الحاج عامر حسين بيبقى له يعني مش قصده ان احنا ما افترضناش سوء نيه بس ده سوء تخطيط لا سوء تخطيط يا معلش انا راجل انا مسؤول عن الكره المصريه وعندي ممثل بيلعب في افريقيا انا ساعده هو مين اللي بيقف على المنصه مين اللي بيقف على المنصه جنب رئيس البعثه او جنب كابتن خطيبه على المنصه بيستلم مش رئيس الاتحاد المصري طبعا ما بيقفش على المنصه مع المنتخبات انت هنا بتتكلم بس اكمل النقطه دي كابتن عشان مهم هو ما بيقفش على المنصه مع منتخبات وما عندوش منتخب للاسف بياخد بيقف مع النادي الاهلي بس انه يشنكلك البرونزي طب ازاي يا استاذ بالعكس ده المفروض انا المفروض انا اقل حاجه ده اسمه مش اسمه تعمد ومش هنقول ناس بتتعمد اسمه سوء تخطيط مؤسسه يعني انا تنجح وانا قلت لك الكلام ده قبل كده احنا هنفترض حسن النيه ومفيش حد تاني بينجح يا استاذ عصام هنفترض حسن النيه مفيش حسن النيه لا هنفترض بس انا بقول لك سوء تخطيط ده انا المفروض انا وانا شغال وبحط المؤجلات عارف التوقيت ده النادي اللي بيمثلني وبيفرح الشعب المصري او ال 70 80 مليون مصري او المشجعين النادي الاهلي في الوطن العربي فلازم اساعده ما احطلوش ماتش صعب ما صدرلوش مشكله قبل مباراه مهمه زي سيمي فاينال افريقيا انتوا عايزين تساعد دي له حقه ما تساعدوش لا برضه يا عصام مش فاهم لا وساعده انا عندي ماتشات مؤجله كتير طب خلينا والزمالك بس مثلا لحد دلوقتي يا عصام مش عارفين ماتش فاركو اتاجل ليه مثلا فاركو المقاولين ماتش المقاولين ثلاث ايام واربع ايام عد الثلاث ايام واربع ايام ماتش الاهلي والزمالك ده اصلا كان المفروض يتلعب مش عارف شهر 8 ولا 9 سكوادات والقيد فتاجل لما بعد يناير عشان يبقى فيه تدعيمات وبتاع ما فيش مشكله يعني ظروف نادي بتاع بس تحطوا لي قبل سيمي فاينال افريقيا توديني الماتش مرهق واللعيبه ونفسيا اللعيبه كانوا رجاله
وخرجوا من الموضوع بسرعه وعملوا مباراه كبيره هناك، واللي اجمل من مباراه الروح بتاعتهم القتال في الملعب. فهي بس النقطه دي حبينا ننوه. لكن انا هنا لما باجي اتكلم، انت هنا بتتكلم عن حاجه رسميه مثلا او بتاع، لكن هناك لما بصيت النهارده على الاعلام في الكونغو بعد المباراه الاخيره وتعادل المازيمبي مع النادي الاهلي، لقيت الاعلام في الكونغو بيتكلم على ايه؟ هل مساندة وان احنا هنكسب هناك احنا هنكسب هناك الاهلي في مصر في القاهره وهنرجع من استاد القاهره العريق الكبير. انا قعدت اترجم الحاجات يعني، ولو عندهم لو عندهم ماتش فاركو او غيره بتاع كله مش هيلعبوه طب اقول لك حاجه، برافو عليك، ادي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. الهلال السعودي عائد من مباراه العين دون ان يرجعوا ولا الهلال ولا الاهلي بطل الكاس لأهلي جدة، أجلوله لأنه هو هنا بيشوف إيه؟ إن حتى في الكونغو يا راجل، حتى في الكونغو يا أستاذ عصام، الكونغو شوفوا الصحف الكونغولية بتقول إيه وبتتكلم إزاي، وشوف هنا قال لك الأهلي يقول لك إحنا هنروح، هنا قال لك الأهلي تعادل والزمالك يقدر. يعني يا استاذ محمد يعني حضرتك عشان انا قلت مش حاجه، انا قصدي قالك يعني الأهلي يتعادل وعادي من المقدم. انت في الاخر بقبل مؤسسه بتنجح تنجح تنجح، لانه هناك بقى دوله في الاخر بتبص على كل المؤسسات دي ومؤسسات اخرى مع احترام ان هي اللي بتدير وكل حاجه ضد جيم ضد جيم ضد جيم. طب ازاي يساعدك عشان كل شويه تاخده معاك منصه؟ هو ده دوره، ده دوره يا استاذ عصام. انا شايف ان ده دوره، انا عارف وجهه نظر حضرتك ان شاء الله بقى ان شاء الله. يعني نتمنى طبعا ان كل مثل كل الامور دي، يعني زي ما بقول لك، انا اللي كان عاجبني برضو، معلش انا لازم اقول الكلمه دي، اللي كان عاجبني صيغه الجمع اللي كانت بتتكلم بيها الصحف الكونغوليه والاعلام الكونغولي طبعا احنا ممثل احنا بلد احنا انا عمال اقول لهم، يعني انا قعدت ادور على والله يعرف الانتصار انتصار جمعي زي ما انت قلت، لانه عايز اعرف هو مين تبع مين ومين ضد مين. اكيد مليون في الميه في الثمان تسع صحف اللي انا جبتهم دول وقريتهم اكيد منهم يعني ضد مش اكيد بس مزيمبي. عارف بقى يتقالي على لكن اللي كلهم انت قلته ده نفس الصيغه الجماعيه، عارف هيتقال ايه؟ ما هو مازيمبي ده زي الاهلي، الصحافه كلها معاه يا استاذ عصام، اللي هو الصحافه مع الاهلي. تخيل هنا بقى احنا بنقول عرض خيالي لامام عاشور واحتراف امام عاشور ورحيل مش عارف مين ضرب مين وغضب كولر واستياء مش عارف ده. قال لك خالد الجوادي، قال لك خالد الجوادي انتهاء شهر العسل بين خالد الجوادي ومارسيل كولر عشان ياسين المكاري، قال له اقعد بعيد. ياسين المكاري هو اللي ترجم مؤتمر. طب الناس بتتكلم فرنساوي بطاطس. لا الناس بتتكلم فرنساوي، ياسين بيتكلم فرنساوي وياسين بيتكلم فرنساوي وهيترجم الماني. الاستاذ خالد الجوادي والدكتور خالد الجوادي بيترجم عربي الماني، ما عندوش فرنساوي انجليزي، فجابوا الراجل عشان يترجم الفرنساوي الفرنساوي. قال لك ده خالد الجوادي. فالناس بتدور على اي حاجه تصدر لك بقى مشكله، وده غريب يعني. اسماء بقينا يعني يا عم، قال لك ما الاهلي يروح يلعب ليه؟ ده مش هيقدر يلعب، ما يروحش. يعني ايه ما يروحش؟ امال التمثيل القاري ده معمول لي؟ اذا كان برونزيه يا اخي طلعت اي كلام، برونزيه العالم طلعت اي كلام. يا عم الاهلي ما يعني هو في كده يا طيب جماعه. يعني يا رب نتمنى كل التوفيق للاهلي خلال المباريات القادمه. اخيرا بقى واخد رايكم الفني في المباراه، الفني في مباراه المازيمبي يوم الجمعه ان شاء الله. مباراه زي ما قلت لحضرتك كابتن، مباراه صعبه فنيا. يعني فرقه يغير تشكيله ولا لا، يعمل ايه؟ هو في باذن الله المفروض بكره، ليست معلومات بس المفروض بكره يعني. او النهارده خلاص بقى الثلاث الفريق هيتجمع الساعه 5 او عنده تمرين الساعه 5، فهيتعمل اختبار طبي لبعض اللعيبه زي مروان عطيه زي ديانج، بقوا جاهزين ان شاء الله يبقوا موجودين، مع فرصهم بتزيد ان هم يبقوا موجودين. حسين الشحات كمان، حتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان، مفيش حاجه رسمه، هو المفروض بكره في التدريب هنشوف. فوارد يرجع لك اللعيبه مع اللعيبه اللي موجوده يحلوا لك مشكله تواصل ملعب الاهلي. بيلعب المباراه بظروف صعبه جدا، غاب عنك لعيبه قويه بحجم امام وديانج ومروان في نص الملعب، شناوي طبعا وياسر وكان حسين الشحات وقبليه بيرسي. فانت الحمد لله واحده واحده بتسترد عافيتك مع عوده اللعيبه دي، بتدوك مرونه شويه ان الراجل يفكر في التشكيل. فاتمنى ان شاء الله يبقى المباراه فيها مروان ويبدا مثلا في منطقه وسط الملعب، هيدينا راحه في الحته دي خاصه بعد الكدمه اللي خدها كوكا. مارسيل كولر هيشوف بقى حاله اللعيبه ويحدد، لسه بدري لو اتكلمنا على التشكيل او التغيير. لكن اللي عايز اقوله ان الراجل قادر بالاسلوب اللي لعب بيه او الشكل اللي بدا بيه مباراه الكونغو ان هو يتخطى عقبه الكونغو هنا بسهوله، بشرط زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام ان اللعيبه تتحلى برجوله، يبقى في حذر من تلقي شباكنا لا قدر الله اي اهداف. اللعيبه كلها تقعد مع بعض تعهد على الفوز، وباذن الله نتخطى المباراه دي. يعني زي ما بقول لك مباراه صعبه مش سهله، نظرا ان فريق مازيمبي من الفرق اللي بتعمل تحولات هجوميه بشكل كويس، عندهم
على الاطراف اتنين لعيبه صراع جدا، عندهم لعيبه مهاريه الكورسات بتاعتهم بنفطها الخطوره، لكن عندهم مشاكل دايما في خط الدفاع بتاعهم، ساعات بيتقدموا بيتضربوا باللونج باص بشكل كتير يعني وتقدر تسجل فيهم، وفي الاخر بتبقى بقى حاله اللعيبه في اليوم وتوفيق المولى عز وجل. استاذ عصام، انا تصوري ان الراجل مش هيمد ايده بشويه الخبره يعني في التشكيل كتير الا على مركز يعني بعد اصابه كوكا يعني، او ان شاء الله يبقى سليم، او ان شاء الله طبعا يعني ان هو الراجل بكره هيبان ان شاء الله، بيبان عليه دايما دايما ودي شيء رائع وراجل محترف كلاس ايه، مش هيغامر بحد ويخسره بعد شويه. صحيح. او تتفاقم حاجه، يا دوب هو ده لانه عنده فرقه جايه، لكن هيدخل زي ما حضرتك قلت وابو علي اكد هيدخل لعيبه باذن الله اللي بكره هيبان انها بقت يعني في حاله جاهزيه، هيدخلهم معاه جو المباراه عشان يبداوا يخشوا التشكيل. انا مع كل اللي محمد قاله، وطبعا انت كابتننا وكابتن نادي ومنتخب مصر قلت برضو فنيا ده، لكن انا بتصور مع الونجين بتوعهم ومع كل حاجه لعيبه النادي الاهلي تعرف معنى الفرصه، تعرف معنى انه في تذاكر نفذت سريعا طبقا لطلبهم وطلب محبي النادي الاهلي من الزملاء الصحفيين وكذا العادلين اللي قالوا لا يا جماعه ما حدش ابدا يزعل من ان وجوده ورا التيم معناه انك انت اللاعب رقم واحد، كولر نفسه قال كده. اتصور انه ده ان شاء الله عند لاعبي النادي الاهلي سيلاقي منتهى الجديه يا كابتن اسلام. نعم. طبعا القلق والحذر واجبان، لكن مع النادي الاهلي الله يكون في عون مزمه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في المباراه القادمه، ويوميا هنقول لحضراتكم ان هذه المباراه ليست مباراه سهله على الرغم من الفارق الفني لمصلحه النادي الاهلي، ولكن تظل نتيجه خادعه ومباراه صعبه. كل يوم هنهي الحلقه بهذه الكلمه. عندي سؤال لي في اللي انت قلته ده، اكيد اللعيبه ما شاء الله لعيبه دوليه بحجم النادي الاهلي بيبقوا مقدرين اللي انت قلت يعني جدا. مش بالسهل ان هو يبقى فاهم ان الماتش سهل، ولا ممكن يبقى في برضه بعض اللاعبين خبراتهم ما تخلوش يقبل؟ لا اعتقد مع النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول خبرتهم الدوليه وان هم لعبوا ماتشات كتيره في، وخلي بالك عدوا مليون مره بالامور دي، وبالتالي هيبقوا عارفين كويس جدا انه اللي عدى عليهم في مازيمبي ده 50%، وان ال 50% الباقيه تتم ان شاء الله يوم الجمعه. طب انا منك بقى رائع بصراحه. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه. شكرا جزيلا يا ابو علي. انا بشكرك كابتن اسلام على المساحه دي، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك ومع استاذنا طبعا استاذ عصام شلتوت. شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. طيب انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.